بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في حد اتكلم المرة اللي فاتت أو كتب لي كومنت على إن أنا وطي صوت الكليك اللي هو ده كده، عشان بيطلع بيبقى مزعج شوية. فأنا بعلي صوتي بحيث إن أنتوا مثلا لو وطيتوا الصوت فيوطي صوت الكليك وصوتي يكون وصل لليفل معين مناسب، يعني أنتوا تسمعوا. تمام، نكمل بقى عشان المحاضرة النهاردة طويلة والكونسبت تقيل، يعني مش سهل جدا بس هيبقى سهل ان شاء الله، هحاول اوضح على قد ما اقدر. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. تكمله المره اللي فاتت، احنا هنكمل على حاجه اسمها الدايناميك كاركترايزيشن. الدايناميك كاركترايزيشن دي انا بهتم بيها ليه؟ عشان هي ايه، بتوضح لي الريليشن بتاع التايم. تمام، بتاع التايم. فده بيفرق معايا ان انا الديلي، عشان انا عاوز اقلل الديلي وبالتالي العمليه البروسيس بتاعتي بتتعمل بسرعه، فالبرفورمانس بتاعي يعني. تمام، فقبل ما نبدا في حاجه كده عايزين ناكد عليها، اللي هو الشوط القانوني اللي خدناه المره اللي فاتت، عشان انا هبدا اغير في السايز بتاع الترانزستور وبالاخص البيموس. تمام، ونفهم الكلام ده. فانا بقول لك ريكول القانون الار نوت كان بيساوي ار شيد في ال على الدبليو، وبالتالي الار بتتناسب عكسيا مع الدبليو. تمام، فانا بكبر البيتس. وبرده الاي دي سات، مالها الاي دي سات؟ بتتناسب طرديا مع الدبليو على ال، يعني دايركت يعني. فلما بزود الدبليو بيزيد للكرنت. تمام، هنفهم الكلام ده. خلينا فاهمين برضو ان الكرنت عموما اي كرنت في الدنيا بيبقى عباره عن ان الكرنت عموما هو ايه، معدل سريان التشارجز، الكيو دي التشارجز اللي هي الالكترونز يعني، بالنسبه للزمن. ماشي، فلما المعدل ده يزيد، يعني بي بي معدل السريان ده يزيد، السرعة بتاعة الكرنت بتزيد، يعني سرعة الفلو بتاع الكرنت بتزيد، بيجري بسرعة الكرنت. تمام، عظيم جدا. وبتزيد الكمية بالنسبة للزمن، يعني انا لو يعني ايه حتة يعني بدل ما كنت بعدي 2 الكترون في ثانية واحدة، دلوقتي مثلا زودت الكرنت فانا زودت ايه، بقت ايه مثلا، بقت 4 الكترون في الثانية دي. تمام، هو ده الفكرة بتاعت الدبليو كيو والدبليو تي. القانون ده برضو يعني مش هيأثر معانا جامد يعني. تمام، بس القانون ده هيفرق معايا برضو لو بتاع الوتس، يعني ده أول قانون ده وآخر قانون ده هيفرق معايا جامد. لو بتاع السي، لما بكبر الدبليو بيزود لي الساعة اللي بيستحملها المكثف. تمام، لأن لما بكبر الدبليو ده بيفرق معايا طبعا. إن احنا ايه، كنا قلنا الكباستنس اللي هي الإبسلون W او ايبسلون ايه على دي، ايه على دي اي ثينك، يعني كان كنا خدناه في الفيلد يعني، اللي هي الكباسنس. فده الايبسلون اللي هو بيبقى اللي هي اي ار في اي نوت، والاي نوت دي بتاع الهوا، وده الاريا، وده دي اللي هو الريليشن ده. فالاريا دي الويتس، فيها الويتس اللي هو الكروس سكشن اريا بتاعته. تمام، ففيها الويتس يعني معايا، وبالتالي لما بكبر الويتس بكبر الكباسنس. تمام، عظيم جدا. نكمل بقى هنا. كنا عرفنا برضو ان البيتا بتاعتي دي عباره عن الريشيو ما بين الدبليو بي على الدبليو ان، وعرفنا ان الار ديت الريشيو ما بين الميو ان على الميو بي بتساوي ار كوفلنت بي على ار كوفلنت ان. عظيم عظيم. برضو بيقول لك هنا في الحته دي القانون يعني بتاع السي اللي بيساوي السي ان زائد السي بي، هنفهمها. عايزين تفهموا دي بسرعه دلوقتي. بص يا سيدي، مش ده بي موس، ده بي موس يبقى ده الجيت، وبيموس يبقى كده يبقى ده السورس، يبقى ده الدرين. يعكس بقى في الان موس اللي هو ده الجيت، وده الدرين، وده السورس. عظيم عظيم. فانا دلوقتي اهو دولت كده اجمعهم، هو السيلود بتاعي هي الحته دي. فانا بقول لك ان السيلود بتاعي عباره عن السي الدرين بتاع البي موس والسي الدرين بتاع الان موس. تمام، وهتلاقيني هتكلم عنها كمان شويه. تمام، فخلينا متفقين يعني ان انا في السيمتريك بقى. ايه السيمتريك ده؟ كنا اتكلمنا في الكيرف اللي هو ده، السيمتريك اللي هو النقطه اللي عندها الفي ام بتساوي الفي انبوت بتساوي الفي اوت. تمام، فالفي ام بتساوي الفي انبوت بتساوي الفي اوت. ده ايه النقطه عندها سيمتريك، وانا اعرف خصائص السيمتريك دلوقتي ايه اللي بيحصل عندها. تمام، فانا اول حاجه بتحصل عندي في السيمتريك ان البيتا اللي احنا اتكلمنا عنها فوق اللي هي الريشيو دي اللي هي الدبليو بي على الدبليو ان بتساوي الريشيو ما بين الميو على الميو. عظيم عظيم. وبالتالي بقى قادر اول حاجات عندي في السيمتريك، قلنا ان الفي ام بيساوي الفي دي على الاثنين، والتي بي اتش اللي بيساوي التي بي ال اتش،
اللي هو زمن الشحن بيساوي زمن التفريغ، وده نتيجة ان الايه ان الار اللي هنا بتساوي ار التفريغ اللي هنا، فما باخدش يعني ايه ما فيش ار اكبر من التانية، الاتنين متساويين، وبالتالي الفولتج اكروس دروب الفولتج دروب اكروس الريزيستنس بتاع البي موس بيبقى هو الفولتج دروب اكروس الريزيستنس بتاع الان موس، وبالتالي زمن التفريغ بيساوي زمن الشحن. عظيم جدا. النويز مارجن هاي والنويز مارجن لو، ده من الكيرف يعني هتفهمه، يعني النويز مارجن هاي اهو، وادي النويز ده النويز مارجن هاي، ايوه، وده النويز مارجن لو، بس بسيط يعني فاهم اللي هو ده بيساوي ده. وقلنا ان زمن التفريغ بيساوي زمن الشحن، وبالتالي اساوي ده بده، بتساوي يعني لما سوينا البيتا بتساوي الار، اضرب كروس ملتيبليكيشن هتلاقي ال دبليو بي في الميو بي بيساوي ال دبليو ان في الميو ان. عظيم جدا. نكمل برضو. انا معايا القانون بتاع تي بي اتش ال ومعايا القانون بتاع تي بي ال اتش، بس عايز اوضح حاجه كده، نفتح صفحه جديده ثانيه. ماشي اهو جاهزه. انا لما اقول لك ان التي بي اتش ال من الهاي لو 0.69 مضروب في ال سي ال مضروب في من هاي لو، يبقى انا بفرغ، يبقى ديت الار بتاع ال ان تي بي ال اتش، اقول لك 0.69 سوري، دي 6 ودي 9، تمام، 6 9 في سي ال في الار بي. عظيم عظيم. انا عايزك تجمع ايه؟ عايزك تجمع الاثنين دول، تي بي اتش ال زائد تي بي ال اتش، تقسمهم على الاثنين، ده اللي هو التي بروجيشن بتاعي هيساوي ايه بقى يا سيدي؟ هيساوي الاو، يعني لما تجمع الاثنين دول وتاخد ال 0.69 عامل مشترك مع السي ال، هيبقى لك ان دول المختلفين ار ان زائد الار بي، وانت اصلا قاسم على الاثنين، تمام. فانت القانون ده هتلاقيني ايه، هتلاقيني بنتكلم على القانون ده يعني، تمام، وهنفهم ليه يعني بالسبب، تمام. فانا هنا اهو بقول لك اهو ايه، بقول لك ان انا بتكلم بقى على السيمتريك. هل انا في السيمتريك هجيب اقل ديلي؟ يعني لما البيتا بتساوي الار ده هيكون اقل ديلي؟ لا طبعا، هيكون لما البيتا بتساوي جذر ار، وهنفهم الجذر ار دي بعدين يعني. يبقى انا عايز اجيب الاوبتيمم ديلي، وقبل ما اجيب الاوبتيمم ديلي او المينيمم ديلي، انا لما عاوز اجيب ماكس او مينيمم لفانكشن معينه، وليكن الفانكشن دي فانكشن في التايم، تمام، فانا بعمل ايه للفانكشن دي؟ بشتق الفانكشن دي، اعمل ديريفاتيف بالنسبه للتايم واسويها بصفر، طلع لي نقطة واحدة، اشوف بقى اللي بيحصل قبلها، مثلا الدالة كانت بتزيد قبلها وبعد كده الدالة قلت، فده اللي هو المينيمم. لا سوري، ده الماكسيمم. ولو الفانكشن بتاعتي الكلام ده بتاع تانية ثانوي بتاع اولى ثانوي يعني، الدالة بتاعتي كانت بيحصل لها نقصان يعني، وبعد كده حصل لها زيادة increasing، فده بيبقى المينيمم. ممكن تشبهها ان انا بزيد 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 وبعد كده بقل بقل بقل، ممكن تشبه المينيمم ان انا بقل 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 فبزيد بزيد بزيد، فدي الاوبتيموم بوينت او المينيمم بوينت اللي انا عايز احسبها، اللي بتديني للفانكشن بتاع الديلي ده الماكسيمم بوينت. مش لازم يعني، مش لازم احسب فيها، انا بهتم بايه، باقل ديلي يبقى الاوبتيموم ديلي. عظيم عظيم. نكمل بقى. فبيقول لك في السيمتري، انا هنا اهو بكلمك في السيمتري، ان الار بتساوي البيتا، جميل جميل، وبالتالي ده بيساوي ده، فالريش دي تكون اكبر من واحد، كنا خدناها في السيمي يعني، ان الميو ان مع ميو بي بيكون اكبر من واحد، وبالتالي اقدر اقول من هنا ان في السيمتري ال دبليو بي بتزيد، تمام. وهنفهم برضو، هوضح حتة ايه، حتة الديلي دلوقتي في ال في ال في البي موس ترانزستور. يقول لك دلوقتي انا عندي البيتا بتساوي الريش دي، جميل جميل، هنقسم ان ال WN constant، يعني ال NMOS مش هيحصل له ايه حاجة، مش هلعب في ال NMOS، هلعب في ال BMOS واشوف التأثير اللي هيحصل، لو حصل حاجة خلاص يبقى هو ده اللي انا عايزه يعني، لو قلل لي ال delay او حاجة. عظيم عظيم. هتقول لي ليه بنثبت ال NMOS؟ ده اسيوم عادي، افتراض عادي يعني، انت ممكن تفترض ال BMOS ثابتة وتكبر في ال NMOS، تمام، بس انا باسيوم على ال BMOS عشان ال BMOS هو اللي بيشحن لي الكابستنس، انما ال NMOS بيفرغ،
تمام. فانا بشوف الديلي اللي هيحصل اثناء الشحن وده الافضل. يعني انا بدخل لك حاجه، عمال اشحن لك حاجه، بدخل لك فولت معين، لو فولت معين على الترانزستور ده. فالتاثير الاول او اول تاثير هيحصل على التشارجنج، تمام. ف يعني ما بتكلمش على ان موس ايه ان انا العب فيه او كده يعني. وبعد كده هنشوف ان احنا محتاجين ان احنا نبقى نصغر ال ان موس، وبعد كده ناخد البي موس اكبر منه مرتين يعني لسه، تمام. فاحنا خلينا بس دلوقتي نتكلم في حتة ايه، ان انا بلعب في البي موس بس، ولان الموس بتاعي ثابت. عظيم عظيم، نكمل. فانا بقول لك ايه، انا كبرت دلوقتي الويتس، تمام. انا معايا الترانزستور اهو اللي هو البي موس اهو، هقعد اكبر فيه، تمام. عظيم جدا. فانا بقول لك بقى ايه، لما اكبر ال W اللي هيحصل ال R. كنا خدنا في القوانين اللي انا قلت لك في اول الفيديو ده، لما بزود ال W بقلل ال A، بقلل ال resistance، تمام. وفي نفس اللحظة انا بايه بكبر ال current، خد بالك. يعني ال ID بتاعتي، ال ID سات through ال PMOS هيزيد، تمام. عظيم عظيم. وبزود ال W، فانا قلنا برضو ان ال capacitance بتاعي اهو، انا بزود ال W اهو، ال W اللي هو الاريا، يعني الاريا بتاع الكاباسيتنس. في اريا كده في الكاباسيتنس، دول تو بليتس، ماشي، بارل بليتس كاباسيتنس، تمام. فانا ده الويتس بتاعي هو عباره عن جزء من الكروس سكشن اريا. فانا القانون بتاع الكاباسيتنس اكتبه بخط صغير هنا كده، ايبسلون في A على D. فانا بكبر الويتس، فبكبر الاريا كروس سكشن اريا، وبالتالي انا بكبر الكاباسيتنس، تمام، اللي هي منهج القانون ده، تمام. عظيم جدا، تمام. فانا بقى ايه، انا دلوقتي إيه؟ عايز قبل ما اجي للقانون ده اتكلم على حاجه كده نطلع لها فوق كده هنا في الحته الفاضيه، تمام. هرسم رسمه ونبدا. وانا بعد ما رسمت الدايره اهي وعملت لها اختصار ده كده على طول اللي هو الار، تمام. احنا قلنا ان احنا بنكبر الويتس، عظيم. وبعد ما بكبر الويتس انا بقلل الار بي، عظيم عظيم. وبزود برضو الاي دي ثرو البي موس، اي دي سات ثرو الايه خلال البي موس، تمام. فانا يا سيدي، وبرضو السي بتاعت الكاباستنس بيحصل لها ايه، بتزيد، تمام. فبدل ما كان الكاباستنس بي 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 بيخزن مثلا 5 فولت مثلا، بقى بيخزن، كبرت الكاباستنس، كبرت السعة اللي يقدر الكاباستنس، يعني معنى الخمسة فولت دي ايه، معنى يعني لو ده 5 فولت كده، يبقى انا مثلا باخد 5 تشارجز عندي، تمام، ويديني هنا نيجاتيف برضو مقابل ليه. طب لو انا كبرت المكثف، يعني كبرت السعة، ما انا كبرت الويتس، فبقى يعني كبرت الويتس اهو، ان انا كبرت الويتس بتاع البارل بليت كاباسيتنس، تمام. فكبرت الويتس، فانا اقدر اخزن شحنات اكتر، يعني مثلا وليكن مثلا 7 بوزيتيف 7 تشارجز، والنيجاتيف زيهم، تمام. بس فانا كبرت الساعة بتاع المكثف، فبقى الفولت اللي يقدر يستحمله المكثف ويخزنه، بدل ما كان بيخزن 5 بقى بيخزن ايه، بقى بيخزن 7، عشان المكثف ده اصلا عامل زي خزان، خزان شحنة بخزن فيه، وبعد كده جاي ايه استعمله ايه كبطارية يفرغ لي، تمام. فانا قللت الريزيستنس وكبرت الايه، كبرت الاي اللي بيمر هنا. طب انا كبرت الاي، كنت قلت لكم القانون بتاع الدي كيو، مش فاكر قلت ولا قلتوش يعني، بس نقوله تاني. كبرت الديك يعني كبرت الاي، فانا كبرت الشحنات، عظيم عظيم. معنى ان انا كبرت الشحنات انا باخد كل حتة فرعيه كده، بس هتفرق في ايه، هتفرق ان هتوضح لي التايم بتاع الديلي ليه بقى، لان انا كبرت الشحنات. فبدل مثلا في المكثف ابو 5 ده مثلا، نعمل كده ونتكلم على ده وعلى ده على جنب. فبدل المكثف ابو 5 ده كان مثلا ايه، كان بيشحن لي مثلا اللهم صل على النبي، كان بيشحن لي مثلا 2 الكترونز اهو في خلال 1 سكند، انما ده بقى بيشحن لي مثلا 6 الكترونز خلال في نفس الثانية. انت متخيل في نفس الثانية فرق كام؟ فرق 4 الكترون. 4 الكترون ده مش رقم قليل جدا، ده هيخلي لي ان انا اشحن، اعمل اسمها ايه يا ربي، يعني عارف انت فكرة الترسبة، هرسب الكترونات على البليد ده بمعدل اسرع من البليد ده في الحالة دي. فانا هنا هيشحن بسرعة، هنا هيبقى 6 الكترون في ثانية على طول، هنا 6، ده هيشحنولي في ثانية وحاجة بسيطة، انما ده مثلا هيشحنولي في ثانيتين.
فنرجع تاني نكمل. انا مثلا ده قلنا ان ده بياخد 7 فولت اللي هو 7 بوزيتيف، تمام، 7 بوزيتيف تشارجز، انما ده بياخد 5 اللي هو 5 ايه 5 5 بوزيتيف تشارجز، تمام. وفرضنا مثلا ان احنا لما زودنا الكرنت، مش فرضنا، ده هو انا لما بزود الويتس بزود الكرنت، تمام، فبزود معدل سريان الشحنات في خلال الزمن معين، تمام. فانا هتكلم على نفس الزمن اللي هو ايه اللي هو لحظه الواحد ثانيه بالظبط، تمام. فانا في الواحد ثانيه عملت ايه، عملت تو تشارجز، انما في الواحد ثانيه دي عملت 6 تشارجز. فانا في اللحظه دي عملت ايه، عملت ما يقارب الواحد ثانيه، في الواحد ثانيه شحنته، ده انا شحنت الكبير، يعني انا كبرت السي بس في نفس اللحظه كنت مكبر الكرنت، فبنفس اللحظه برضو ايه شحنت بسرعه المكثف ده. انما هنا انا كبرت مش كبرت يعني المكثف زي ما هو الخمسة فولت بتاعي اللي هو المكثف القديم قبل ما العب في الواتس، تمام، بس في خلال الثانيه كان الكرنت بتاعي اللي هو قبل برضو ما ازود الواتس وزود الكرنت، كان الكرنت بتاعي بيعمل ايه 2 الكترون بير سكند. فانت 2 الكترون، ادي دي ثانيه اهو، وادي ده 2 ثانيه اهو، وادي نص عشان انا بعمل 2، فده ثانيتين ونص، انما ده واحد واحد او واحد ممكن تسميها واحد عشان انا بعمل 6، فالستة اللي هم دول هيدوني واحد، ودي هتاخد حاجة بسيطة خالص ممكن تعملها كده 1 من 1000 ثانية اللي هو ما يقارب 1 ثانية. فانت ده شحن لي في 1 ثانية وده شحن لي في 2 ونص، ده خد 2 ونص وده خد 1 سكند، انت متخيل الفرق ده؟ ده انت كده لما كبرت الويتس قللت الديلي، قللت الديلي بفرق 1 ونص، ده في المثال اللي انا عامله، تمام، قللت الديلي ب1 ونص، انت متخيل؟ اظن كده فهمنا ايه تأثير الويتس على ال، بعيدا عن حتة الريزيستنس يعني، فاهم يعني حتة الريزيستنس برضو كويسة، بس ايه بس نكمل بس. فانا كده ايه عملت ايه ديكريز للمكثف اهو، قال لك ايه بقلل الوقت، تمام. انت ممكن تمشي بالمبدأ ده عامة، يعني انت بتكبر الكاباسيتنس وبتزود الويتس، صح، بتاع الان موس. بس في الان موس بقى ايه اللي بيحصل، تعالى نتكلم بقى ايه على نفس ال، انا بقى يعني ايه، تعالى نمسح الشغابيت دي كده واحاول انسقها كده بحيث ان انتوا تشوفوها بصيغة، اسف ممكن تسمعوا صوت قرآن دلوقتي بس انا مش بايدي، يعني انا والله بسجل لكم الفيديو ده عشان ما اخرش عليكم، بس انا هحاول اعلي صوتي بس والدنيا تبقى تمام. نكمل، احنا وصلنا ان احنا بنشحن الايه، بنشحن المكثف والفكره دي، وان الدبليو بيزيد، الار بتقل، والاي بيزيد، ولما الاي بيزيد انا بزود معدل سريان الشحنه، وفهمنا معدل سريان الشحنه اللي انا في الثانيه الواحده هنا بيديني 2 الكترون، الاثنين الكترون انا بعيد على الحته دي بس عشان ايه ما ننساهاش، فانت 2 الكترون هنا في 1 ثانيه بيشحنوا، فدي اول ثانيه عندك، تاني ثانيه 2 الكترون، تاني ثانيه ادي 1 ثانيه كمان، وديت نص ثانيه عشان الثانيه بتاعتي عباره عن 2 الكترون، تمام، فده نص ثانيه بالظبط، يعني الواحد من دول نص ثانيه، فده نص ثانيه، فبالظبط التوتال تايم من اللول، من اللول الهاي هنا عبارة عن 2.5 ثانية، تمام. تعال نشوف هنا، هنا انا قلت لك ان بعد الزيادة بقى، بعد ما لعبت وزودت بقى والدنيا، فانا زودت سريان الشحنة، فبدل ما كان الثانية بتديني 2 الكترون، الثانية بقت بتديني 6 الكترون، 6 الكترون اللي هم دول كلهم كده 6 الكترون، فده دول كلهم كده 1 ثانية، وده كده يعني ده 6 ثانية، ده 1/6 من الثانية، فانت اللي هو 1 و1/6 من الثانية، فاهم، انت اللي هو تقريبا كده ممكن تعتبرها ثانية، تمام. طب انا ممكن حد يجي في ذهنه ان انا مثلا ايه، ان انا في البيموس انا بقلل الريزيستنس، فبقلل ده، فبدل ما ده كان بيشحن لي لحد 5 فولت بقى بيشحن لي لحد 7 فولت، فانا ممكن اوصل، يعني انا هوصل للخمسه بسرعه عن ان انا اوصل للسبعه، يعني هفضل اشحن كده، هفضل اشحن كده كل مره، لا هوصل للخمسه بسرعه عن السبعه، لا الكلام ده مش منطقي خالص، لان ايه ده الكلام اللي ايه اللي هو بيسموه ايه، انت دخلت جوه الميكروسكوب وفهمت الالكترونات بتمشي ازاي وايه اللي بيحصل لما بزود الكرنت وهكذا. انت بتقلل الريزيستنس، تمام، وبتزود الكرنت وبتزود الفولتج دروب اكروس، الكلام ده الكلام ده تمام، تمام. فانا الفكره دي نبعد عن المنطق ده، المنطق ده مش سليم خالص، عشان احنا لما شرحناها ووضحناها، وبرده اعيد على حته برضه ايه، ان الكباسنس لما بيزيد بيزيد بزياده الدبليو، ليه؟ لان ده الويتس بتاعك وده الديستنس بتوين التو بليتس، فانت بتكبر الويتس فبتكبر كروس سكشن اريا فبتكبر السي، تمام. انا كتبتها لكم هنا عشان لو هتحتاجوا البي دي اف مثلا او حاجه. فانا قلنا ان اللي هو التي بي ال اتش اللي هو ده اسمه كده التي بي ال اتش،
وكنا شرحناه في فيديو سابقا يعني، تمام، ان هو بيزيد، ان هو قصدي بيقل، فانا ده حلو ليا في الديلي، بس ده بيزيد بقى، اللي هو ده اسمه التي بي اتش ال، ان انا بفرغ في الان نص، ده بيزيد. هيزيد ليه؟ بص يا سيدي، احنا خلينا متفقين ان ايه اللي حصل، ان انت بدل 5 فولت بقت 7 فولت، انت كبرت الفولت هنا لانك كبرت الكميه اللي يقدر يستحملها المكثف الخزان بتاعي، انه يستحمل اكتر من 5 بزياده الويتس، انت زودت الويتس بتاع الخزان، فاهم؟ وبالتالي انت زودت الويتس بتاع الايه، هياخد وقت في التفريغ، يعني الخمسه كانت بتفرغ اسرع من السبعه، لانك لما تكب، يعني لما تكب خزان فيه 5 لتر ميه اسرع من انت تفضل تكب خزان فيه 7 او فيه 9 لتر ميه، تمام؟ فهي نفس الفكره، تمام، وخاصه ان احنا هنشوف دلوقتي اهو بالقوانين ايه اللي بيحصل، تمام. يعني بيقول لك ان انت بقى ايه، احنا طبقنا القانون بتاع الويتس بيزيد، تمام، وفهمنا بقى بسبب التشارج وكده، عظيم عظيم. فانت معاك يا سيدي هنا الايه، ده قانون التي بي ال اتش، فانت عرفنا ان الار بي بزياده الويتس بتقل، وان السي ال بتزيد، بس بيقول لك بقى ان ايه، ان النقصان بتاع الار بي بيبقى تاثيره اكبر، وفهمنا تاثيره اكبر ليه، لان ده له علاقه بالقانون، تاخد في بالك، ده في دي بي على اي دي سات، فده ليه علاقه بالكرنت، تمام، انت بتزود لي الكرنت، فانت فعلا بزياده الدبليو، عشان الاي دي سات دايركت بروبورشنال مع الدبليو على البي، على الدبليو مع ال، فانت بتزود الدبليو وبتزود لي الكرنت، بتقلل لي الريزيستنس. هو حوار كبير وفي معادلات كتيره داخله في بعض، ماشي، وده ثابت، تمام. بس فانا التاثير بتاع ده فهمنا انه بسبب تاثير الكرنت، لما بزود الكرنت بزود الايه، معدل سريان الشحن، عظيم عظيم، فده بيقل، وعرفنا بيقل ليه. طب انا لان مصر الار ان بتاعتي ثابته بقى، ما غيرتش، ما لعبتش في الكرنت، يعني انت فاهم، يعني لو هنتكلم على الان مصر اللي هو ده كده، احنا اتفقنا ان احنا مش هنلعب في الان مصر، فده كونستانت، كلام جميل جدا، تمام. ولما ده يكون كونستانت، ولما يكون الفي دي دي كونستانت، اللي هو ده انا ما لعبتش في الفي دي دي، فانا عندي الاي دي اللي هو عبارة عن ال VDD على ال RN، عظيم جدا عظيم. فأنا ده ثابت وده ثابت، ده مش هيتغير، يبقى ده في حالة ال PMOS الكرنت بيزيد، في حالة ال PMOS دي، حالة ال PMOS دي الكيس بتاع الايه، بتاع ال PMOS، تمام، انما دي الكيس بتاع ال NMOS، فدي الكيس بتاع ال NMOS. يعني لو كنت بشحن 2 الكترون في الثانية الواحدة، بعد ما بزود الويتس، او بكتبها لك، او بعد زيادة ال W بتاع ال B في ال NMOS، بقى انا بتكلم عن ال NMOS، اللي هيحصل ان في خلال 1 ثانية برضو مش هيبقى 7 زي اللي تحت ولا 6 الكترون زي اللي تحت، هيبقى نفس ال 2 الكترون، تمام. تعال ننزل نفرغهم من تحت، لو افترضنا ان دي بي موس كده، لو افترضنا ان دي بي موس، تمام، قصدي افترضنا بقى ان دي ان موس، وانا هفرغ، هبدأ افرغ في ريزيستنس، فانا باخد الكترون 2 الكترون في الثانية، فده 2.5 ثانية. طب هاخد 2 الكترون من هنا، ادي ده الكترون معاك، ادي ده ثانية معاك، قصدي وادي ده ثانية معاك، وادي ده ثانية معاك، وادي ده نص ثانية، فانت هنا هتفرغ في 3.5 ثانية، انما هنا ده تفريغ، انما هنا ده هيبقى 2.5 هم، عشان ده نفس الكرنت، وهنا نفس الكرنت، يعني الكلام ده بالنسبة للبيموس، الكلام ده اللي انا بشاور عليه ده، الكلام ده اللي انا بشاور عليه ده بالنسبه للبي موس اللي هو مكتوب بالازرق، اللي مكتوب بالاسود ده بتاع الايه، بتاع ال ان موس، التفريغ اهو، بكتب لك التفريغ وانا بفرغ في السي موس انفرتر فين، في الان موس، انما الازرق اللي مكتوب بالازرق اهو اللي هو ده، لا سوري مش ده، اسف، انا كان بودي اعملها في حته تانية، طيب بس ايه، طب بصوا عشان ما نتلخبطش، طيب اعملها لكم تاني، في نكمل الكمبير في حتة تانية، تمام، عشان بس ايه ما نتلخبطش، فانا سبت لك دي كده وما لعبناش ومسحت الكلام اللي هنا، عشان ايه، نبقى في، لان بص احنا فهمنا بسبب ان بزود الكرنت بزود المعدل السريان، فبقى ايه، فبقلل الايه، فبقلل التايم اللي باخده، عشان ايه، عشان اخزن في الميه، يعني انا كنت بفتح الحنفية فتحها على ريت معين اللي هو ده، تمام، بعد كده رحت زودته، بعد ما زودت العرض زودت ده، فالبرميل بتاعي او الكوبايه بتاعتي او اي خزان معايا هيملى بسرعه عشان زودت الحنفيه، تمام، انما هنا بقى بنفس الريت القديم اللي هو ده رجعته
تاني، مفيش تغيير يعني. ده غلط، ده مش هيحصل زيادة. نسيت امسحها، سوري، تعال نوضحها كده. ده نوت تشينج اللي هو الكرنت، ده اكتب لك اهو نوت تشينج. ليه بقى؟ لان الار ان اصلا انا فرض انها كونستانت، هيتغير ازاي؟ المرفوع كانت الار بي بتقل، فاكيد الكرنت بيزيد، تمام. فانا هنا الواحد ثانيه كانت بتاخد 2 الكترون، فانا هنا الواحد ثانيه بتاخد برضو 2 الكترون، عظيم. فانا ادي ده معايا وانا بفرغ، هاخد الاثنين دول، فادي ده اول ثانيه وهاخد الاثنين دول، وادي دي تاني ثانيه، وادي دول دي تالت ثانيه، وادي دي نص ثانيه. اتفقنا ان الثانيه فيها ايه؟ 2 الكترون، فده نص ثانيه، فده بقى بياخد 3.5 ثانية. انما ده بياخد اهو 1 ثانية، 1 ثانية ونص، فده 2.5. فقبل الزيادة كان بيفرغ اسرع من ايه؟ من بعد الزيادة بتاع الويتس. وبالتالي ال تي بي اتش ال بتاعي هيزيد، سوري، هيزيد increasing لو الويتس بتاعي ايه؟ لو الويتس بتاعي زاد، تمام. يعني احنا فهمنا الكلام ده، فهمنا ايه ليه التي بي اتش ال بتاع بي ايه بيزيد. نفس الكلام هو لو جيت بقى تجرب ايه، تجرب تقلل الويتس، تشوف التيار، تشوف معدل سريان الشحنات ويمشي معاه واحده واحده، وجرب مع نفسك بقى ايه حوار الديكريسنج ده، تمام. بس هل انا دلوقتي وصلت للمينيمم ديلي بان في تايم منهم يقل والتايم التاني يزيد؟ لا، انا عايز ايه؟ انا عايز اقل وقت، تمام. وبالتالي التنين يقل سواء ما اعرفش ايه، وبالتالي ده مش هيحقق لي المينيمم ديلي اللي عنده تي بي اتش ال، تمام. فانا بقى إيه؟ ايه قبل ما نبدا برضو نتكلم في الحكايه دي، اشوف اي حته فاضيه، تمام. انا وصلنا ان التي بروجيشن بتاعي، التوتال بروجيشن اللي هو التي بي هاي لو زائد التي بي لو هاي على الاثنين، ده عباره عن ايه؟ عباره عن 0.69. انا كنت شرحت انه مقسوم على الاثنين ليه، مضروبه في السي ال، مضروبة في ال R N زائد ال R B، تمام. وعرفنا بقى ان انا لما بغير في ال R B بيحصل تزعزعة كده، اسمها تزعزعة هيستريسز. اي كلمة ايه، عارف انت لو حاجة ثابتة بقعد الخلخ فيها، بيحصل الخلخلة يعني. فين بقى؟ في التايم بتاعي. لما بعمل ايه؟ لما بغير في ال R B وبثبت ال R N. فانا عايز اغير ال R B بفاكتور، تمام، بحيث ان انا اشوف بقى ان انا ازود الفاكتور ده ولا اقلل الفاكتور ده، يأثر لي على التوتال الاوفرال ديلي، تمام. فانا هعمل ايه بقى في القانون ده عشان ادخل الفاكتور معايا؟ يبقى كده العب في الخانه بتاع الار بي، انا عايز اثر عليه، ده كده كده كونست، تمام. فانا هكتب القانون تاني بصيغه تانيه كده بعد التعديل، عظيم، اللي هو الار ان زائد الار بي بقى. بص هضربه في ايه؟ هضربه في واحد على بيتا، او اقسمه على بيتا، تمام. ضربت دي في واحد على بيتا قسمت، عشان هو ده الفاكتور اللي ايه، البيتا كنا قلنا يا ربي انا ال W B على ال W N، تمام. الريشيو دي اختارها ازاي؟ انا لسه ما اخترتش قيم محددة، انا لعبت وقلت ايه، ثبتت ال W على N، فال R N ثابتة، بس لعبت في ال R B ايه، ال W B. فانا لما بزود في ال W B بيزود لي في البيتا، ولما بزود في البيتا يقلل لي في ال R B. طب لما اقلل في ال R B ده هيفيدني في الديلي، تمام، عشان يزود لي الكرنت، فيزود لي معدل سريان الشحنه، سريان الشحنه اثناء التشارجنج يزيد بسرعه، بس اثناء التفريغ هيجي على حساب الايه، التفريغ. بس هنتكلم بقى ايه، اختار امتى بقى ايه، يعني انا في تشارجنج اهو، ان انا اقلل الار بي ده بيفيدني، لاني بزود الدي كيو باي دي تي، وكنا اتكلمنا عن الحوار ده قبل كده، تمام. فانا بزود معدل تصويب الشحنات على البليتس بتاع الكباسيتنس، تمام. انما في الديستشارجنج انا كنت ايه، نفس الكرنت بقى، عشان انا مثبت نفس الكرنت للاسف. طب انا هضطر بقى ايه، هضطر بعد كده اعرفكم ان احنا هنضطر نلعب في الان موس، بس احنا الدكتور ما ذكرهاش في المحاضره، فما لناش دعوه بيها يعني، مش هنتكلم عنها، هنفترض ان هو كونستنت وخلاص، ما نوجعش دماغنا. بس هو طبيعه يعني الان موس بيصغروه، تمام، عشان لو صغر الان موس بكبر الار ان، وبالتالي ده بيزود لي الكرنت، فبيزود لي يعني بقى الحته دي، عشان ما نخشش في المعادلات بتاعتها غبيه، تمام. نتكلم بقى ان احنا كنا بنزود البيتا، فالبيتا ده الفاكتور بتاعي، عشان هو اللي له علاقه دايركتلي مع الايه، مع الدبليو على البي، تمام. السي ال ده بقى ايه؟ فانا بمناسبه السي ال عشان نكون متفقين، انا ده السي موس انفرتر بتاعي، عظيم عظيم جدا، ده السي موس انفرتر
بتاعي ونجيب اللون الاحمر اهو، واقول لك هل دي اتشباية واحدة، هل دي اتشباية واحدة. عارفين انتوا الاتشباية اللي بيبقى فيها النود ديت وبيبقى فيها رجلين زي الترانزستور اللي خدناه، فهل دي اتشباية واحدة؟ هل ينفع؟ هل يجوز؟ حرام يعني، فاهم ليه بقى؟ لان ده بيديني ديلي انا مش هاخده، مش هيفيدني بحاجة الديلي بتاعه. يعني انا مثلا لو مدخلك على مثلا اسمه ايه ده الاوتبوت بتاعي اي انفرتر، تعال نتكلم في صيغة الاسكيماتيك دي، مش بيبقى كده، بيبقى ايه، بيبقى داخل على اند بقى، وبيبقى داخل على نور وناند والكلام ده، فاهم انتوا الكلام ده، وناند والكلام ده كله، تمام؟ فدول تو انبوت لوجيك جيتس، انما ده وان انبوت بس، تمام، عظيم جدا. فدول بيبقوا يعني الشباك الواحده بيبقى فيها كذا حاجات من دي، ملايين وحاجات غريبه من دي، تمام. فانا ببقى عايز احسب الديلي بتاع ايه، بتاع الشبايه مش بتاع ده بس، فده ليه ديلي بيبقى ممكن يكون كبير بسبب اللي داخل عليه، تمام. يعني انا مدخله مثلا على اند كده، الاند دي بتاخد وقت عقبال ما تشتغل الحوارات بتاعتها والكلام ده، والاند دي بتبقى الاسكيماتيك بتاعها اللي من جوه كام ترانزستور وهكذا يعني، تمام. فدي مبدئيا ان احنا عايزين نتكلم ان احنا ايه، ان اي انفرتر مش بيبقى كده بس، تمام، بيبقى ملايين من الحاجات دي. عظيم عظيم، يعني احنا كده متفقين في الايه، في الحتة دي، تمام. اشوف لو في اي حاجة تانية عايزة ايه، عايزين نتكلم عليها قبل ما نكمل اللي انا كاتبه، تمام. فبيقول لك الجراف اللي اثبتناه ان البيتا، احنا عرفنا ان البيتا دي بتأثر ازاي بسبب الشارجز والكلام ده كله، وان انا اخد البيتا دي هي الفاكتور بتاعي عشان هي اللي دايركتلي بروبورشنال مع البيتا، وبما ان البي موس مسؤول عن الشحن اهو، ولان موس عن التفريغ، وانا بعمل لان موس قليل فهيكون الشحن اسرع والتفريغ ابطا، وعرفنا ليه، عرفنا السبب، تمام. من الجراف هتلاقي ان كمان، تمام، انا كنت عايز اتكلم برضو ايه، يعني افتكرت الحته اللي انا كنت عايز اتكلم عليها فوق، نرجع لها تاني. فانا اعمل ايه، تعالى نمسح بس الحته دي بسرعه، تمام، نمسح كده ونمسح كده ونمسح كده، نكمل بقى. فانا هعمل ايه بقى عشان نروح موصلين كده يا سيدي ال ايه ال اللهم صل على النبي، ب سيموس واحد تاني، اتنين متصلين مع بعض، تمام. هو كان ازاي، والله انا نسيت رسمته، لا دي غلط كده، ثانية. طيب نقفل الرسمة. فأنا دلوقتي معايا ايه، معايا دول الترانزستورز، تو ترانزستور معايا، تمام، اللي هو تو سيموس انفرتر، تمام. فانا اهتم بايه، اهتم بالسيلود بتاع ده والسيلود بتاع ده، وبالاخص السيلود بتاع ده، عشان انا عايز اشوف ايه بقى. بص انا عايز اشوف لما بوصل تو انفرتر مع بعض ايه اللي بيسبب، يعني هيأثر لي ازاي على الديلي بتاع الاول، هيزوده لي ولا هيصغره لي. طب ليه ما اخدش الديلي بتاع ده، يعني ليه ما اخدش السي ال بتاع ده، لان ده عادي، ده الطبيعي، ده كده الطبيعي يعني. بص اهو اهو اهو، ده كده الطبيعي بتاعي، ده اللي انا عارفه، ده كده اهو باللود بتاعه، ده الطبيعي الاولاني اللي احنا درسناه واتكلمنا عليه ايه فوق. طب لما ازود عليه واحد تاني، فانا عايز اشوف ايه اللي هيحصل هنا، ايه اللي هيحصل هنا، تمام. وقبل ما ارجع للحتة دي، في حاجة انا عايز اقولها كده سريعا، انا لو معايا تو سيموس انفرتر بارلل، ده معناه ايه عشان نكون واضحين، ده معناه انه ده كده لو الاتنين نفس الحجم يبقى انا دبل السايز من واحد منهم، يعني انا كبرت الويتس، يعني دول بيكافئوني واحد كبير كده، اتنين من اتنين سايز يعني حجمه ضعف حجم واحد من دول، تمام، يعني كأني كبرت الويتس، يعني اتنين بارلل مع بعض كأني كبرت الويتس. نرجع بقى للحتة دي. فانا قلت ان انا ايه، لو موصل تو انفرتر مع بعض، انا ما بهتمش بالجزء ده على قد ما انا بهتم بالجزء اللي ما بين التو انفرتر اللي فيه السي لود بتاع الاولاني، لان لما اوصل اتنين مع بعض عايز اشوف التأثير على الاولاني بقى ايه اللي هيحصل، عشان لو التأثير هيقلل لي الديلي اروح موصل واحد تاني مع ده فيقلل لي الديلي بتاع ده، فاروح موصل واحد تاني مع ده يقلل لي الديلي بتاع ده، وهكذا يعني، فهمتوا؟ عظيم جدا. انا بقى عايز ادرس الايه، الحته اللي ايه، الجزئيه اللي في النص اللي هي دي. طب وان انا ادرس الجزئيه اللي في النص دي، الجزئيه اللي في النص دي فيها اربع حاجات، فيها خمسه، انا صح، فيها خمسه، انا هشاور لكم عليها كده، وبعد كده ايه نقول ايه الكلام ده، تمام. ادي اول واحده، ادي تاني واحده، ادي تالت واحده، ادي رابع واحده، ادي خامس واحده. انا كده جبت الجزء اللي ايه، اللي في النص. ايه الخمس حاجات دول؟ الاثنين اللي موجودين على الشمال دول عباره عن ايه، كنت قلتهم قبل كده، السيد رين بتاع البي موس الاولاني والسيد رين بتاع الان موس الاولاني،
كباسنس بتاع ده والكباسنس بتاع ده، تمام؟ عايزين تفهموا بقى بوضوح ايه الدرين ده وايه الكباسنس ده. ممكن تشوفوا البراسات الكباسنس، وممكن تشوفوا رسمة الموس انفرتر، الموس قصدي ترانزستور، محاضرات الالكترونكس يعني اللي هو الجزء الداخلي ازاي بتحطه، ازاي اللي هو الحته اللي كان فيها ان موس، يعني لو ده ان وده ان وده كده وفي متر اكسيد الحته دي، يعني ده اللي انا اقصده، تمام؟ فنشوف عشان توضحوا حته الدرين. بس انا بقول لك احنا فهمنا، اللي يهمني هنا ان فهمت ليه بشتغل على الجزء الايه اللي في النص، تمام؟ ليه ما يهمنيش الجزء ده وليه ما يهمنيش الجزء ده؟ الجزء ده الجيت بتاع الانبوت بتاعي هيفرق معايا في الفان اوت بعد كده، تمام؟ انما الجزء ده مش هيفرق معايا ليه في الترانزستور ده، في السي موس انفرتر ده. قلنا لان ده هو الطبيعي بتاع اللي احنا درسناه، اللي هو كاني موصل واحد بس كده مع لود خارجي انا مش عارفه لسه. انما لما موصل تو انفرتر عايز اشوف تاثير التوصيل التاني ده على الاول، يعني الاول ده الديلي بتاعه زاد ولا اقل، تمام؟ هنكمل. انا قلت لك ان احنا مهتمين بخمس حاجات اللي هم دول، اولهم الاثنين اللي على الشمال اللي هو السي درين بتاع بي موس الاولاني والسي درين بتاع الان موس الاولاني، والاثنين الموجودين بتاع دول ممكن تخمنوا ان هو السي جيت بتاع بي موس الاولاني بتاع البي موس التاني قصدي، والسي جيت بتاع البي موس بتاع الان موس التاني. انت متخيل انت بتتكلم على خمسه كاباسيتنس؟ ده كاباسيتنس بقى اسمه ايه؟ كاباسيتنس واير كونكتد، تمام؟ الكاباسيتنس اللي ما بينهم، يعني الواير اللي ما بينهم، تمام؟ فدول كده لما تجمعهم هيبقوا عباره عن ايه؟ يعني عباره عن السي لود بتاع الاول مش بتاع التاني. بتاع التاني ده اهو سي لود عادي جدا، اللي هو عباره عن الدريم بتاع ده والدريم بتاع ده، ماشي؟ ده بتاع التاني. انما بتاع الاولاني بقى لما وصلت اتنين مع بعض بقى عباره عن خمسه كاباسيتنس مش اتنين بس، فانا كده زودت الكاباسيتنس، تمام؟ اللي هو سي درين اولاني بي موس اولاني زائد سي درين ان موس اولاني زائد سي جيت بي موس اولاني زائد سي جيت بي ان موس تاني زائد سي دبليو. فبدل ما كان عندي اتنين كاباسيتنس بس بقى عندي خمسه كاباسيتنس للايه؟ للسي ال. عظيم عظيم. تعالى بقى تلاقيني كاتبهم وموضحهم. الحمد لله ان احنا ايه عرفت اشرحهم. فقال لك ان السي كده بتزيد بخمسه كباسيتنس، تمام؟ قال لك ان انا عايز اوصل للاوبتيمم ايه ديلي للبيتا. ليه بقى؟ إيه الحته دي بعدين، يعني نرجع لها بعدين، تمام؟ بس نكمل بس حته الكباسيتنس اللي انا فيها عشان ما انساش. فبيقول لك ان ده بتاع الدريم بتاع النص الاولاني وده الدريم بتاع، يعني الكلام ده اللي احنا قلناه، تمام؟ بيقول لك ان الواير ده الواير كونكت للتو انفرترز، تمام؟ اه عايز اشرح الحته دي، عايز اشرح الحته دي، تمام؟ تمام. اشوفه في الورقه طيب لو الكلام واضح فيه ونرجع نكمل. فهو بيقول لك هنا اهو، يعني بما ان السي هي فانكشن في الويتس، احنا عرفنا ازاي السي فانكشن في الويتس لو عايز تجيبها من القانون اللي هو السي في الدبليو اللي خدناه في المره اللي فاتت، او ممكن تقول ان هو السي بيساوي الاي اي على الدي بالنسبه للتو بارل بليتس. ففي كلا الاحوال يعني هيظبط معاك، تمام؟ هيكون ليها نفس التاثير اللي بيحصل في الويتس، يعني لو عندنا الاول نفس الكونديشنز البي موس والان موس، وهنبدا نزود البي اللي هي البيتا، يعني نقوي البي موس بالنسبه للان موس، لان موس كونستانت والبي موس عرفنا ان احنا بنحط فاكتور بيتا على باسم الار بي على فاكتور بيتا، فعشان نجيب السي موس السي في البي موس بدلاله الان موس هضرب في الايه في الحته دي، تمام؟ تمام. هو بيقول لك ان انا ايه، ان انا السي بتاعتي هتزيد لما ايه، لما هزود البيتا. طب ما ده طبيعي، طبيعي اللي هو ايه بقى؟ اقول لك يا سيدي، احنا عرفنا ان البيتا دي اللي هي الدبليو بي على الدبليو ان، واحنا فرضنا ان الدبليو ان ثابته وان الان موس ثابت كونستنت والار ان بتاعته ثابته، بس انا بزود في الدبليو بي فبزود في البيتا، ولما بزود الدبليو اصلا الكابسنس بتاعي بيزيد، تمام؟ فانت مثلا ايه هتلعب في السيدرين ده، تمام؟ اللي هو الكاباسيتنس بتاع السيدرين. فانا الكاباسيتنس بتاع السيدرين بتاعي اهو، يعني مثلا نعملهم كده، تمام؟ ده السيدرين مثلا، السيدرين البي موس الاولاني ده بليت واحد، تمام؟ وبكبر في الويتس بتاعه، عمال اكبر في الايه، في الويتس بتاعه. فانا في نفس اللحظه السي بتاع الجيت اللي هيقابله، يعني انا ايه اعتبر ان الاثنين دول عاملين كابل مع بعض والاثنين دول عاملين كابل مع بعض. فانا هكلمك على السي جيت بي موس الاولاني، تمام؟ عظيم جدا. فاعتبر ان السي درين للبي موس الاولاني، اسف انا اتلخبطت معاكم في الحته دي، حته الكابلنج دي سيبكم منها، يعني ما اعتبر ان كاني ما قلتهاش، يعني حاجه كده مع بعض يعني، تمام؟ احنا بنحاول نوضح الدنيا يعني.
ان شاء الله انا بفهم معاكوا عشان نكمل. طيب احنا افترضنا ان البيموس الاولاني هو بيزيد عشان انا بزود الدبليو، وفي نفس اللحظه التاني برضه هيزيد لانه نص بقى، يبقى ايه السيدرين بتاع الان نص الاولاني. احنا افترضنا ان الان كونستانت، فده هيزيد ازاي او ده هيتاثر ازاي؟ فده هيزيد بنفس الفاكتور بتاع ده، يعني لو ده زاد كده الويتس بتاع ده زاد كده بالمقدار ده، فنفس الويتس ده هيزيد بالمقدار ده. يعني انا كبرت الويتس ده كبر الويتس ده، تمام. بس الكلام ده ملوش دعوه بالان موس عامه، لان موس كونستنت كده كده. فانا يعني بقول لك ايه، بقول لك ان انا بزود، يعني ايه عايز اجيبها بطريقه تانية. طب احاول نوضحها، حته ان انا لما بزود ال دبليو بي انا بزود ال دبليو بي واحده واحده، فال ار بي بتاعتي بتقل، والاي اللي بيمر في البي موس بيزيد، فالكاباستنس عرفنا ان الكاباستنس التشارجز بتاعته ملأ بتشحن بسرعة، تمام. في الحتة دي، وبالتالي اللي احنا قلنا الكاباستنس بيزيد عشان السي بتزيد مع الدبليو، فالكاباستنس بيزيد بريشيو كام بقى؟ عايزين نعرف دي، يعني السي درين للبي موس الاولاني بالنسبة للسي درين الان موس الاولاني. برضو احنا عرفنا ان الان موس كونستانت، انا يعني انا كنت قلت من شويه خالص، يعني من 5 ثواني او من دقيقتين كده، قلت ان الان السي درين ان موس ده بيزيد برضو، تمام. لا مش بيزيد، تمام. السي درين البي موس هو اللي بيزيد، تمام. فانا بيبقى عندي ريشيو ايه اللي هي بيتا، تمام، لان ده كونستانت وانا بزود في ده، فهما الاثنين في الاول. يعني لو كان الاولاني اللي هو ده اللي هو السي درين بي موس الاولاني ده، لو كان 5 فراد والسي درين ان موس الاولاني كان 5 فراد، لو كان ده 5 فراد ولو كان ده 5 فراد، فانا زودت الويتس فاثر لي على ده بتاع البي موس، فبقى مثلا ايه 10 فراد، وده برضو بقى 5 ايه، وده بقى 5 فراد زي ما هو عشان انا ما اثرتش فيه. فانا ضربت في كام كده؟ ضربت كده في 2، الاتنين دي اللي هي البيتا. فانا كده يعني ايه نكون عارفين ان السي درين للبي موس الاولاني بتيكوال البيتا في السي درين للان موس الاولاني. ونفس الكلام للجيت، يعني انت زودت البي موس بتاع الجيت بتاع الترانزستور التاني اللي هو ده زودته، تمام. فالسي جيت للبي موس الاولاني زاد بدل ما كانوا بيساووا بعض، زاد بمقدار بيتا، والتاني ثابت عشان لان مثلا فرض انه كونس، تمام. بس انا كنت عايز اوصل للحته دي ليه بقى؟ لان انا لما هاجي اعوض في القوانين دي، القانون بتاع الجمع هتلاقوا اهو، انا قلت لك عرفنا ان مقدار الزياده بيتا وعرفنا انه بيتا ليه، تمام. وكنت راسم لكم الرسمه دي، يعني لو هتحتاجوا منها ايه حته الدرين وليه وعرفنا القانون ده وعرفنا ان انا حاطط البيتا ليه عشان تأثر لي على الار بي، لان انا فرض ان دي كونستانت فتأثر لي على الار بي سواء بالزياده او بالنقصان. طب السي ال بقى، السي ال احنا اتفقنا ان احنا نتكلم على الحته اللي في النص، يعني انا دول لما تيجي تعملوا لهم سكتش اللي هو من جوه التو ترانزستور والتو ترانزستور بتاع ده وبتاع ده، عرفنا ان احنا بنهتم بالجزء ده عشان اشوف التأثير بتاع السي لود لما زودت الترانزستور الزياده ده على الترانزستور الاولاني اللي هو الاساسي بتاعي. انما ده يعني كده كده ايه اللود بتاعه خارجي برضه ايه كأنه زي الطبيعي يعني بتاعنا، وعرفنا القانون ده جاي منين وهكذا. فبقول لك ليه بقى الار ايكوفالنت على بي وابدا ازود في البي موس وهكذا، يعني ايه بقول لك ان انا حطيت البيتا عشان لما ازود البيتا، لما ازود الدبليو البيتا تتاثر بالزياده، قلت لها قلل لي الار بي فاعرف اشوف الديلي بتاعي ايه اللي هيحصل له، وعنده قيمه اوبتيمم بقى هجيب لها. بس انا كنت عايزها الله والله ده مدى المغرب. فانا كنت عايزها ايه، عايز اجيبها فانكشن في البيتا، عايز اجيبها فانكشن تي بي فانكشن في البيتا. ليه بقى؟ لان لما اجي اشتق التي بروباجيشن بالنسبه للبيتا واجيب الاوبتيموم اللي هو المينيموم للبيتا، هو ده اللي هيديني المينيموم ديلي، ده اللي هيديني المينيموم ديلي. عظيم عظيم جدا، تمام. فانا كنت عايزها احط البيتا برضو عشان تأثر لي على الار بي، وعشان اعرف انها تكون فانكشن في البيتا، فاعرف اشتق واشتغل الرياضه بتاعتي، تمام. احنا نرجع بس لحتتين، ان احنا قلنا ان القانونين دول السي درين البي موس الاولاني بيساوي البيتا في السي درين الان موس الاولاني، والسي جيت البي موس الثاني بيساوي بيتا في السي جيت الان موس الثاني، وعرفنا السبب لان بزود واحد والتاني بيبقى كونستانت.
فالزياده دي بتبقى عباره عن الايه، يعني مقدار الزياده بيبقى عباره عن بيتا، تمام؟ يعني لو جيت تجيب ريشيو ما بينهم، الريشيو ما بين ده وما بين ده بقت بيتا، بدل ما كانت واحد في الاول، يعني الاثنين كانوا بيساووا بعض في الاول، رحت زودت مقدار بيتا. عظيم جدا. فانا بقول لك ايه، انا عايز اجيبها مشتقه في بيتا، فان انا اعرف اجيبها تعالى نحسبها اهو كده، تمام؟ بس فهو بقى ايه، شوف بقى هنا انا عرفت ان السيدرين للبيموس الاولاني ده عباره عن السيدرين للان موس الاولاني مضروب في بيتا، وعرفت ان السي جيت للبيموس التاني ده عباره عن السي جيت للان موس التاني مضروب في بيتا. فانت هتعوض وهتاخد البيتا عامل مشترك، فهتطلع لك قانون كده ايه، واحد زائد بيتا، تمام؟ خد البيتا عامل مشترك منهم وهكذا، يعني بعد ما عوض بالايه، بالسقطين دول عوض وجابه كده يعني، وايه وهكذا، وطلع له في الاخر ان انا دي اللي هي الاو بوينت ده كده، الاو بوينت 69 على الاثنين. عظيم. وادي القانون بتاعي اللي هو بتاع السي ال، ناقص كده ايه، ناقص كده الار. الار عمل ايه؟ الار يا سيدي، انا كنت عارف ان ديت عباره عن ايه، عباره عن الار، الار بتاعتي عباره عن ار ان زائد الار اكو بي على ايه، على بيتا، صح؟ فهو خد الار ان عامل مشترك، لما خد الار ان عامل مشترك بقت الار بيتا على ار ان، يعني خد يعني هيشتغلها معاك كده، ادي خدنا الار ان عامل مشترك من المعادله دي، بقى واحد زائد الار بيتا على الار ان مقسوم كل ده على بيتا، فالجزء ده اللي هو الار كنا قلناها في اول المحاضره يعني، تمام؟ عظيم جدا. اروح افاضلها بقى بالنسبه للبيتا، عندي معادله البيتا هنا، يعني معايا بيتا هنا ومعايا بيتا هنا، تمام؟ معايا بيتا بتاع الكاباستنس ومعايا بيتا بتاعت الريزيستنس، اشتق البروجيشن تايم بالنسبه للبيتا، وبالتالي هشوف هيطلع لي ايه، وفي الاخر هيطلع لي انه جذر ار، اللي هو القانون ده معاك، بس بيقول لك يعني انت ممكن تهمل السي واير ما بين، ممكن تعمل السي دبليو، ممكن تهملها فيبقى بصفر، فالترم ده كله هيطير فهيبقى لك جذر ار. فانا البيتا بتاعتي بدل ما كانت بتساوي ار في السيمتريك بقت بتساوي بتاعتي جذر ار. عظيم جدا، عظيم. بس فانا كنت برسم الرسمه دي عشان اوضح حته، بقول لك ان دلوقتي انا بكبر الحجم وبزود الكرنت وهكذا، فكره ان انا بقلل التايم ديلي ازاي، تمام؟ فاحنا فهمنا الايه، القانون ده يعني. بصوا هي سلايدز واحده بس، ايه اقسم بالله يعني، هي السلايدز قدامكم اهي، قانونين بس، بس انتوا متخيلين احنا اتكلمنا فيهم قد ايه وشرحنا ازاي، يعني الماده دي حرفيا الكونسبت بتاعها كبير كبير مش سهل، كبير. هو بيقول لك ان احنا لما عوضنا بالار، ان عباره عن ار ايكوفالنت بي على ار ايكوفالنت بي، تمام؟ بس فانا ده كان السيمتريك بتاعي، السيمتريك بتاعي كان عنده تي بي اتش ال بيساوي تي بي ال اتش، عرفنا ازاي؟ لان الكرنت ما بيتغيرش، فمعدل سريان الشحنه على الكباستنس هو هو معدل سريان الشحنه في التفريغ. ده البيست ديلي بتاعي، دي المينيمم بوينت. المينيمم بوينت عندها اقل تي بي روجيشن هاي من لو، في نفس اللحظه قيمه كبيره برضو للتي بي ال اتش بس مقارنه بصفر، يعني فاهم؟ دي صفر، لا دي مش صفر، سوري، يعني مجموع دول غير مجموع الاثنين دول يعني، فاهم؟ فده المينيمم يعني بوينت، غير كده هيختفي، غير كده التي بي اتش اللي هيختفي. عظيم جدا. نيجي بقى لحته الايه، الباور كونسامشن. تعال نشوف ورقه فاطمه طيب، عشان احنا نبقى ماشيين معاه كده واحده واحده. هو بيقول لك اللي هو اهو، وحوار ان انا اخدت دول عامل مشترك نفس الكلام اللي انا قلته، واشتقيت وجبت الايه الاوبتيمال، هتبدا تتكلم على الباور. طب تعال نشوف فاطمه الثانيه على السريع. فاطمه الثانيه برضو بتشرح نفس الفكره بتاع القانون، تمام؟ عايز فكرة اللي هيحصل شرحناها برضو، وده الكلام ده شرحناه، تمام؟ ده ايه، تعالى ان ايه، انا عايز اركز على الحتة دي. يعني انت بص، انت دلوقتي في الكلام بتاعنا كله هنبدأ نتكلم على حاجة اسمها الباور كونسامشن. الباور كونسامشن ان انا معايا السي موس انفرتر ده ليه تلات انواع من الباور، ثري تايب اوف ايه، اوف باور. اولهم الاستاتيك، وهنعرف الاستاتيك ده بتاع الليكج ده عباره عن ايه، ده بيجي من ثلاثة كرنت، وتاثيره، تاثير الاستاتيك ده بس عشان نكون متفقين مع بعض، ما بيظهرش امتى في السي موس، عشان احنا قلنا ان السي موس نو ستاتيك كرنت قبل كده، نو ستاتيك كرنت وبالتالي نو ستاتيك باور، فاهم؟ احنا قلنا الكلام ده، عظيم الكلام ده، صح 100% لو سي موس انفرتر واحد، لو هو تو ترانزستور بس،
تمام، لو هم 2 ترانزستور بس. انما لو معايا بليون اوف بليون من الترانزستورز، فالكرنت هيكون في كرنت ستاتيك، يعني ايه اللي هو رقم وبنت كل دي صفار بعد العلامة، وبتضربها واحد اهو بتضربه في 10 اس مثلا سالب 9 كمان، يعني فاهم الكرنت، يعني ده التخيل الرقمي. فانت لما تتعامل مع بليون اوف بليون ممكن يوصل لك ل 100 امبير الستيت الكرنت ده، فهيبقى ليه تأثير. تمام، عظيم جدا. راح اتغدى بقى ونرجع. ودلوقتي الفيديو وصل للدقيقة 50، وبرضو فكنا دلوقتي وصلنا للدقيقة 50 عشان بس نلحق نطولش في الفيديو ده، بس ولسه هنشرح الباور يعني، فالحتة دي بصراحة شكلنا هناخد ساعة كمان عشان نلحق نوصل. فهو بيقولك بقى الستاتيك ديت لو في اللو ترانزستور، بتكلم على الجزء اللو، يعني اللو اللي هو ايه، احنا كنا اتفقنا ان ده لو جين وان ده الهاي وان ده اللو. جميل، انا بكلمك على اللوجين واللوجين. اللوجين واللوجين ده ما بيبقاش فيه، ما بنتيك كونستنت فولت. تمام، كاونت ان بريفير تكنولوجي الديناميك تو تشارج اند ديسشارج. بالنسبه للكاباسيتنس ده بيتكلم على شحن الكاباسيتنس وتفريغ الكاباسيتنس. تمام، ده الديناميك، وده المهم عندي عشان انا كل الكلام هنا على الديلي، والديلي ده يعني داخل معايا تايم، والتايم ده مش بلاقيه خالص غير في معدل الكاباسيتنس. تمام، شورت سيركت لما يكون الاثنين اون في حالة ال في ام، عارفين ال في ام الاتنين بيبقوا تو كارنت سورس. تمام، بس هي نفس الفكرة. تعال نشوف بقى فاطمة عيلة ايه. فاطمة ايوه هنا يقولك ان ال اي ديجيتال سيركت ليها 3 انواع من الباور: باور ستاتيك وباور دايناميك وباور شورت سيركت. باور ستاتيك ده بشوف ال بي لما ندخل، لما ندخل انبوت ثابت، قلت لك في اللوجين واللوجين، لما دخل واحد على طول او زيرو على طول، فالمفروض البي ستاتيك بزيرو، ان ما في نو ستاتيك كارنت. يعني احنا اتفقنا ان انا اهو ان ده اللو، انا بتكلم على الريجون ده وبتكلم على الريجون ده والريجون ده والريجون ده، بيبقى فيهم نو ستاتيك كارنت. بس قلت لك ان انا معايا ملايين من الترانزستور، فهيبقى ليه تأثير. تمام، بالظبط، يعني مفيش سكة مقفولة. تمام، نفس الكلام. يعني البي شورت سيركت بتحصل لما بيمشي تيار من ال في دي دي للجراوند. يعني انا رسمة ال سي موس انفرتر بتاعي اهو، وده الجراوند وده الفي دي وده الفي اوتبوت. عظيم عظيم، انا عملت بقى مسار ان ده مفيش كارنت، الكارنت هنا ده بزيرو. تمام، عشان ده اوبن سيركت اهو، مفيش حاجة هنا. تمام، فانا عملت كده ايه، شورت سيركت هنا، والحاجة دي ما بتحصلش غير في الحتة اللي هي عندها لما يكون الاتنين اون، اللي هو الريجن ده ده كده. تمام، ده الشورت سيركت. فهو يقولك هنا في الاستاتيك كارنت، هو لو انا موصل مليون ترانزستور، فاكبر قيمة التيار اللي كنت بعملها هيبقى ليها قيمة. تمام، فأكيد قصدي ده أكيد قيمة التيار اللي كنت بهملها هيبقى ليها قيمة. تمام، بس اللي هو ال في دي دي بتاعي في الاي لينكج، الاي لينكج اللي هو ده اللي بيمر خلال الجيت. تمام، فكنت بقولك ان الاي اللي في الجيت ده اصلا بيبقى عبارة عن نو ستاتيك كارنت، يعني نو ستاتيك، مفيش نو ستاتيك كارنت خالص. تمام، يبقى مفيش ستاتيك باور بس للصيغه دي بس، انما لو معاك بليون اوف بليون من الحاجات دي. فتعال نشوف، عشان كان في 3 انواع من الليكج برضو مش عارف هي شرحاهم هنا، مش رايحين هنا. بيقول لك بقى ان البي دايناميك اللي هو شحن وتفريغ الكابسنس. تمام، الستاتيك باور قلنا ان بيكون واحد ماشي ان نص فانا عندي 3 انواع بيعملوا لي ستاتيك كارنت، 3 حاجات بيعملوا لي ستاتيك كارنت. تعال نقراهم هنفهمهم واحنا بندرس. بيقول لك ان الجيت ليكج كارنت ده بتاع الجيت، كنا فرضين انه ستاتيك كارنت، لكن عمليا بيكون فيه تيار صغير جدا لما اكون بتكلم على بليون وبليون ترانزستور. السب ثريشولد كارنت ده انا كنت بقول ان ال... كنت بقول لكم ان ال... لما كنت بقول ان الفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد فانا اون، ولما الفي جي اس اصغر من الفي ثريشولد فما فيش كارنت، الاي بي زيرو. تمام، ولكن نطبق الكلمه دي برضو بالنسبه للسب ثريشولد، ان انا مش بيكون في كارنت قبل، لكن عمليا قبل ما نوصل الفي ثريشولد بيكون في كارنت قيمته صغيره جدا، بس لما اتكلم على بليون وبليون ترانزستورز ساعتها يبقى ليه قيمه. الجانكشن ليكج المصفت الواحد بيكون فيه اكتر من بي ان جانكشن، عارفين انتوا حته لما كنا بنقول ان معايا دايود الدايود ده داخلي وخارجي، يعني جوه
جيت رسمة ال طب ثانية، أنا كنت راسم، تعال نشوفها كده، حاول أجيبها بصراحة. احنا في سلايدز كام؟ طيب 36، تمام، بحاول أشوفها عشان احنا نطلع فوق كتير كده. هي مش ظاهرة قدامي حاليا. أيوة لقيتها، اهي اهي، هي دي، هي السلايد دي اهي. انا كنت بقول لك ان ده ان وده بي، يعني ده يعمل لي بي ان جانكشن كده، يعمل لي ترانزستور، فده جانكشن، الجانكشن ده بيعمل لي كارنت برضه، حتى ولو يعني عمليا في كارنت صغير جدا. لما اتكلم على بين وبين ترانزستور هيبقى ليه قيمة، تمام. يعني احنا وصلنا لحد هنا برضه، فانا بكلمك على ايه، فده الاستاتيك كارنت اهو، ده كل حاجة خاصة بالايه، فبيقول لك ان التوتال كارنت الناتج من التلاتة هيكون قيمة صغيرة كده، لكن الجهاز بيكون ترانزستور، فيه ترانزستور كثيرة، اللي هو كثير جدا من الترانزستور، وبالتالي هنجمع الاي ليكج، فهيبقى عندي القانون اللي هو الباور ستاتيك، ده الباور ستاتيك. معلش بقى صوت القرآن ده مش بايدي يعني ان انا اعدله، فالفي دي دي عشان ما اخش عليكم في الفيديو، فالفي دي دي بضربه في الاي ليكج عشان كده، ده يديني الايه، ده يديني قيمة الباور ستاتيك. ده ما كانش ليه قيمة، فكانش ما كانش فيه قيمة لدي، بس بقى ليه قيمة فبقى عندي باور، تمام. عشان كده حضرتك مش بنستخدم الدايرة، البطارية بتخلص زي الموبايل كده، يعني انا لو مقفل الموبايل قافله عند 60% واجي افتحه الاقي مثلا وصل من 60% بقى مثلا 58%، قل 2% شحن، مع اني ما استعملتوش، بس بيبقى عندي ليه الباور ستاتيك. عشان نقلل البي ستاتيك ممكن نكبر الشانل لينث او نستخدم تكنولوجي اي ليكج فيها قليل جدا، وده مش بايدينا، مش بايدينا ليه، لان عشان نكون متفقين انا معايا 5 حاجات بس، 5 حاجات بس اللي بقدر اتحكم فيهم، تمام. تعالى نكتب في هنا، انا معايا 5 حاجات بس اللي بقدر اتحكم فيهم في الترانزستور او السي موس انفرتر از توتال، تمام. ايه هم بقى ال5 حاجات؟ عندك الفي دي دي، وعندك ال W B، وعندك ال W N، وعندك ال L channel length بتاع ال B، وعندك ال channel length بتاع ال N. عظيم عظيم، الدكتور قال لك دول، وفعلا واقعيا ده بيحصل. ايه التكنولوجي؟ تجيب جهاز بقى سعره بيعدي الملايين دولار، الجهاز ده يعمل لك channel length minimum channel length بيوصل لخمسة نانو او حاجات زي كده، تمام. اما الفيديو دي ده، فانا بكلمك ان لو انا معايا ده بيمص وده ان موس كده، وبرسم سي موس انفرتر عادي، تمام، ومعايا كذا واحد من ده، يعني ده مش واحد بس، ودي دي تشباية، تمام. وهنا مثلا في 100 مليون، 10 في مليون مثلا سي موس انفرتر متصلين ببعض، فانا بكلمك مثلا التشباية دي بيبقى ليها رجل ورجل، وبيبقى فيه كذا رجل تاني. احنا اتعاملنا في معمل الكترونكس او اي معمل استعملنا او شفنا التشباية دي في اي مشروع، يعني عامة بيبقى ليها داتا شيت، فبيقول لك مثلا ان البن دي رقم واحد دي مثلا دي توصلها بالفي دي دي، وان ده توصله مثلا بين رقم 2 دي بالجراوند، تمام. فانت الفي دي ده بتتحكم فيه بره، بره السيستم، بره التشباية، ملوش علاقه بالايه، باللي جوه، تمام. عظيم جدا، معلش والله اسف بالنسبه للصوت برضه، اسمه ايه، صوت القران يعني برضه، بس ربنا يهدينا يعني، وايه ويزيد في علمنا ان احنا نعرف نشرح. هنتكلم دلوقتي عن الايه، عن الديناميك باور. عظيم جدا، عظيم. الديناميك باور بيبقى بيقول لك ايه، ان البي دايناميك بتبقى نتيجه شحن وتفريغ السي ال، اللي هو اللود بتاعي ده الترانزستور اهو، وده اللود بتاعي هو، دي الجراوند وده السي ال، تمام. بيقول لك ان الاي تشارجنج بيساوي الاي ديس تشارجنج بيساوي سي ال في دي سكور على 2. طب تعالى شوف انا كاتب ايه، انا بقول لك اهو ان انا عارف ان الاي اللي هو الانرجي بتساوي الباور مضروبه في التايم، تمام. عظيم جدا، وبالتالي لو هتعامل مع الديفرنشال، يعني لو هقول لك ان الدي اي بتبقى عباره عن بي دي تي، وعايز احسب الاي فهتديني انتجريشن، هو الانتجريشن اللي قدامكم ده. وانا عارف برضو ان اللي قبل ما نكمل في المعادله دي، حته الكاباسيتنس، الكرنت اللي بيمشي جوه الكاباسيتنس بيبقى عباره عن ايه، بيبقى عباره، خد نفس السيستم داينامكس وخدناه قبل كده في كذا حاجه، ان الاي بيبقى عباره عن الكاباسيتنس في الفولتج اكروس الكاباسيتنس ده، عامل له دريفاتيف بالنسبه للتايم، تمام. اه اللي هو ده بس. فانا بقول لك بقى ليه البي، انا عارف ان البي برضو من قوانين السيركتس العاديه، عارف ان البي بتساوي الاي في في،
تمام. فانا بقول لك ان البي دي هعملها حاجتين، هعملها في دي في اوتبوت، وهعملها اي في دي تي. تمام، عظيم جدا. واروح اجيب الاي ديت اللي هو بيمر خلال الكاباستنس، اللي هو بمشي كده بمشي كده بمشي كده وبشحن، بعمل شحن تشارج الزنا. تمام، فانا بشحن. تمام، فانا هستعمل في معادله الانرجي واثناء التشارجنج، وبعد كده عايزين نحسبها الديس تشارجنج، هيبقوا الاثنين زي بعض يعني عموما. فده الاي في دي دي بتاعي بيبقى عباره عن السي ال اللي هو القانون ده، اللي هو الكاباسيتنس دي في الفولتج اكروس ده، والفولتج اكروس ده اللي هو الفي اوت بس. تمام، يعني الحته دي انتوا تمشوها سيركتس هتفهموها. تمام، اللي هو الاي بتساوي بي في التي، يبقى الاي بيساوي انتجريشن بي بالنسبه للتايم، والبي ده عباره عن اي في، والاي بيمر اهو اللي هو الاي في دي اللي هو برضو الكرنت اللي هيمر لي في الكاباسيتنس. فبالتالي انا ممكن اطبق القانون ده، اديني طبقته اهو. فلما اطبقه هلاقي ان الدي تي دي هتطير مع الدي تي دي، وهيبقى لي سي ال في في اوت بوت، يعني يبقى لي كده سي انتجريشن سي ال في اوت بوت دي في اوت بوت، وده كونستانت، ده ثابت يطلع بره التكامل اللي انا عامله. تمام، وبالتالي انا هشتق ده هيديني في اوت بوت سكوير على 2، وانا بشتق من 0 للفي دي دي، او بشتق من 0 للفي دي دي، من 0 للفي دي دي. فاداني القانون ده. تمام، ده الديناميك باور بتاع التشارجنج اند ديسشارجنج. تمام، فانا لو عايز الاي بقى توتال اللي هيحصل في خلال التشارجنج زائد اللي هيحصل، فانا هشيل الاثنين يعني هضرب في 2. لو عايز التوتال بقى كله اللي هو مجموع الاثنين مع بعض، هتلاقيه هو جناحهم قايل، هو قايل لك ان ال therefore in one switching cycle we need an energy for CL كذا كذا. يعني انا بعمل سويتش، بعمل ما بين 0 ل 1 او من 1 ل 0، اصل ده انفرتر اصلا. تمام، عشان اعمل من 1 ل 0 او من 0 ل 1 هحتاج تو انرجي اللي هو بتاع التشارجنج والديس تشارجنج، واجمعهم. تمام، عظيم جدا. ايه اللي ناقص بقى؟ ان ايكوال انرجي از نيدد تو ديس تشارج. تمام، ماشي، بيقول لك ان انا محتاج اعمل ديس تشارج. كنا اتفقنا ان البي بتساوي الاي على التي. نرجع لفوق كده، نرجع لفوق كده هتلاقيني كاتبها اهو اهو، كاتبها اهو. تمام، تمام، دي سيركت عادية، وانا حسبت الانرجي اللي هي سي ال في دي دي سكوير سمع على التي. التي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فريكوانسي واحد على التي. افتكر التي ده بيرود، بيريود اللي هي انا مثلا بعمل سويتشنج ما بين الزيرو والواحد، فانا ده بيديني مثلا ان ده 1 سايكل، فده البريود خلال 1 سايكل اللي هو التايم، فبالتالي ان الفريكوانسي بتاع ال 1 سايكل عباره عن 1 على التي. تمام، افتكروا دايما ان احنا بنعمل سويتشنج، والسويتشنج ده بيعمل لي بريود سيجنال، البريود سيجنال دي من 0 ل 1. تمام، ده اسمها ديجيتال سيجنال يعني. بس هو مسميها بقى ايه؟ في اف اكتيفيتي. ايه الاف اكتيفيتي دي؟ هقول لك ليه اف اكتيفيتي. بص يا سيدي، انا مثلا، طب تعال نشوف، طب ماشي نكتبها دلوقتي. لو انا فتحت صفحه جديده اهو، القانون اللي وصلنا له بتاع الانرجي بيساوي لا بتاع الباور، سوري بتاع الباور دايناميك عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، عباره عن الاي على التي، اللي هو الاي ديت اللي هي سي ال في دي دي سكوير مضروبه في الفريكونس، واحنا سمينا الفريكونس ده اكتيفيتي. اكتيفيتي، تمام. ايه الاف اكتيفيتي ده؟ الاف اكتيفيتي ده هو الفريكونس العادي جدا بتاعي، بتاع السيجنال بتاعتي، انا رسمت اي سيجنال كده، مضروبه في البروبابيليتي. البروبابيليتي دي بتاع ايه؟ انت زيرو ولا 1، احتماليه ان اللي يكون داخلالك ده انت زيرو ولا 1، حاجه يعني بعيده عننا يعني، بس ايه، انت احتماليه ان انت زيرو ولا 1. تمام، فهو ده اللي فيه الاف اكتيفيتي، ان انت اكتيف، انت اكتيف خلال ال 1 ومش اكتيف خلال الزيرو. تمام، فهي احتماليه يعني، فاهم؟ فبعيدا عن الحته دي عشان ما نغوصش في حاجه احنا لسه ما خدناهاش، نكمل بس. بس انا بقول لك ايه، قال لك برضو ان القانون ده المهم دكتور تنبه عليه في الايه، في المحاضره. عظيم عظيم. تعال نشوف فاطمه كاتبه ايه على الايه، على الاف اكتيف دي.
والباور دايناميك عامه. احنا فهمنا فكره الداج منين وهكذا، وعرفنا فور وان سويتشنج سايكل، وان سويتشنج سايكل يعني وان سايكل عملت فيها 0 1 تمام، عملت 0 فضلت 0 بعد كده حولت ل 1 بعد كده رجعت تاني 0، فمن 0 ل 1 دي ساي 1 سويتشنج سايكل تمام. عايزين بيقول لك بقى الافكتيفيتي دي مش الفريكونسي بتاع الانبوت. اه برضو بيقول لك ايه، ان انا مش احنا اتفقنا ان انا مش هتعامل مع انفرتر بس، يعني الانفرتر ده مش وان تشبايه، لا ده بيبقى كده وداخل لي على انت وناند، ودي ليها كذا ودي ليها كذا، وده بيتاثر بالفريكوانسي بقى، طالما معاك تو انبوت ده بيتاثر بالايه بالفريكوانسي برضو، دي حته تمام اللي مرسوم، بالرغم ان داخل عليها انبوت فريكوانسي الا ان الاوتبوت طالع زيرو لان الانبوت التاني بزيرو. يعني الحاجات دي هتاخدوها في كورسات ليفل اعلى يعني في الانالوج، يعني الانالوج والديجيتال ديزاين يعني. فهو بيقول لك بقى الاكتيفيتي وهكذا، بس انت خد بالك بقى ان من القانون ده، امتى الباور تزيد، باور دايناميك لما ازود الاف اكتيفيتي، امتى الباور تقل لما اقل الاف اكتيفيتي تمام. بالنسبه لنا هنا احنا الانبوت واحد بس، وبالتالي الاف اكتيفيتي ده مش هيأثر معانا، بس السطر اللي جاي ده حته حلوه يعني عايزكم تروح. بيقول لك ان البي دايناميك بيعتمد على قيمه السي اللي هي الويتس والتكنولوجي، احنا عرفنا الحته دي تمام، عرفناها الويتس ده بيأثر لي في الكاباسيتنس وبالتالي هيأثر لي على البي دايناميك، عرفنا تأثير الويتس يعني، والتأثير التكنولوجي ده ملناش دعوه بيه عشان ده التكنولوجي بتحكم فيه. فانا بقول لك ان السي عباره عن كونستنت، كونستنت ده بيشيل التكنولوجي بارامتر مضروب في الويتس، يعني ده قانون اللي هو السي بيساوي السي جي ده ولا معرفش كان اسمه ايه، سي جي كابيتال او الدي او الاس مضروب في الويتس تمام. فكانت الويتس هي اللي بتأثر معايا، اللي بيكون سبلاي اقل وبالتالي باور اقل. اه انت برضو ايه يعني لما بتزود السبلاي هنا في القانون الباور بتزيد، يعني انت بص على الفاكتورز بتاع المعادلة دي وشوف مين اللي بيأثر على مين ماشي. مهمة يعني الحتة دي برضو، يعني لو هنتكلم دلوقتي على الباور على السبلاي، انا بزود السبلاي فبزود الباور، بقلل السبلاي بقلل الباور، السبلاي اقل وبالتالي باور اقل، او بيكون فيها فريكونسي اقل يعني وبالتالي بي بتقل، ولكن هتكون مشكلة في تقليل ان البرفورمانس هيقل تمام. يعني في حاجه بتيجي على حساب حاجه، يعني زودت باور قللت بيرفورمانس ماشي، فاهم انت الفكره. في الاجهزه الحديثه بقى بيكون في بلوك جوه المايكرو بروسيسور بيغير السبلاي والفريكوانسي على حسب الاستخدام، يعني حاجه جميله جدا وصلوا لها ازاي يعني، فاهم انت الفكره. لو مشغلين كده حاجه على الموبايل يعني محتاجين بيرفورمانس عالي علشان السبلاي يستحمل، فاهم، انا محتاج سبلاي كبير كده كبير خالص حجمه كبير يوزع لي ان انا فاتح ويندو دي وفاتح الويندو دي وفاتح الويندو دي وفاتح الويندو دي، فاهم، فانا عايز سبلاي ازود في الباور بتاعته انا عمال افتح ويندو. انما لو انا مثلا في وضع تقليل الطاقه بتاع الموبايل فاتح بس حاجه واحده فانا كده بقلل الباور فعلا تمام. فهي دي الفكره، فبقى يعني السبلاي بتاعي بيقل، انا مش شغالين حاجه يقلل الباور سبلاي. البلوك ده هو ما اعرفش اسمه ايه، دي في اف اس، دي في اف اس بيقول لك دايناميك فولتج فريكوانس سكيلينج تمام، بيغير حاجه على اساس حاجه. عظيم، وعرفنا فكره الشورت سيركت، يعني ده كلام ممكن تفتحوه وتقروه برضه عشان ما نطولش تمام. الدكتور كان قال في المحاضره، بس ده عايز اقول الحته دي، ان انت في الـ عشان ما يحصلكش شورت سيركت وتتجنب الشورت سيركت، تخلي الفي دي دي بتاعك ده بيساوي الفي ثريشولد بتاع البي زائد الفي ثريشولد بتاع الان، او اقلله بدرجه كبيره جدا يعني تمام، وبالتالي هتقلل الايه، هتقلل الحته دي، هي دي اللي عامله لك شورت سيركت، فهيبقى كده هيبقى اللي هو ايديال، حاجه قريبه من الايديال، فاهم انت. تمام، نظريه ايه، عايزين بس ننجز بس في الايه في السلايد دي عشان ما نطولش تمام. دلوقتي بقى ابدا ادرس ايه حاجه بقى ايه اللي انا معايا الباور ومعايا التايم، والاثنين دول ببقى عايز احسنهم، فانا عايز حاجه واحده بس كده، فاكتور واحد، الفاكتور الواحد ده كده اقول بس مثلا بي ان الاند جيت دي متسميه بالفاكتور ده، فاقول ان الفاكتور بتاع الفاكتور ده اللي جمع لي ما بين الباور وما بين الديلي يصف لي فاكتور واحد، يصف لي الجيت دي ويصف لي الشبايه دي في الداتا شيت بتاعتها وهكذا تمام. فاحنا كنا عرفنا ان الباور ده اسمه الباور، الباور ايه، او الباور ديلي برودكت، اه الباور ديلي برودكت تمام. فالباور ديلي برودكت هو عباره عن ايه، عباره عن البي اللي احنا حسبناها اللي هي ديت، وانا استعملت الاف ماكسيمم ليه، لان انا عايز اجيب السقف بتاع الباور،
بحيث ان انا ما اعرفش ازود بعد كده، يعني الباور بتاعتي مش هتزيد، فاهمني؟ يعني انا استعملت الاف ماكس، هتلاقي فاطمه كلبها تقريبا، تاني مش مع فاطمه، ايش انت هتلاقي مش مع فاطمه واحده واحده، انت لو مشيت مع فاطمه برضو الدنيا هتبقى تمام. هو بيتكلم بقى بيقول لك ان في حاجتين مهمين اللي هم الباور كونسبشن والدي، انا عايز اجمعهم في فاكتور واحد، ده اللي انا قلته. تو جيت ماكس باور، طب اعلى باور يعني داخل على فريكونسي، فاهم؟ فانا ليه عايز اعلى باور؟ تعال نشوف فاطمه التانيه كده، احاول اشوفها سريعا. دلوقتي بشوف الاف ماكس اللي تديني الباور ماكس، بحيث ان انا خلاص ده مثلا لو خمسه مش هيعدي الخمسه، فاهم؟ اللي هو انا جبت السقف بتاع الحاجه دي، تمام؟ فانا بتعامل معاك في الرينج ده بقى كده، خلاص ناخد بقى وندي مع بعض في الكلام ايه في الرينج ده، تمام؟ فانا عندي الباور دي برودكت ده عباره عن بي افريج في الاف تي بي، البي افريج اللي احنا حسبناه اللي هي سي اللي هي بتاع البي دايناميك اللي هي سي ال في دي دي سكوير اللي هي في ماكس في تي بي، تمام؟ تعالى القانون ده وصل اللي على الاثنين ازاي، لان الاف ماكس ده واحد على اتنين تي بي، خلينا متفقين ان الاف ماكس ده واحد على اتنين تي بي، تمام؟ طب جه ازاي الواحد على اتنين تي بي ده؟ تعال نشوف فاطمه هتلاقيها عاملاها اهو. بص بيقول لك هنا ان انا عايز اوصل للصيغه دي، تمام؟ يعني فانا عارف ان الـ القانون الرئيسي بتاعي بتاع التيبر، تمام؟ اللي هو كنا بنقول ان الانرجي اللي هي على التايم، فاهم انت؟ اللي هو هقول لك اعلى باور يعني داخل اعلى فريكونسي تسمح لي بهاي ترانزيشن لو ترانزيشن عشان تعمل وان بيريود. يعني انا بقول لك اهو ان الباور دايناميك بتاعتي عبارة عن اللي هي ال سي ال في دي دي. بص فاكرين انتوا القانون بتاع الباور بيساوي اي على تي بيريود، وان الاي ده بتاع ال سي ال في دي دي سكوير اللي هو بتاع الوان سايكل اللي هو التشارجنج زي الديسشارجنج اللي قلناه من شوية، وان التي بتاعتي ده بقى عبارة عن ايه، التي بتاعتي عبارة عن ايه؟ بص يا سيدي التي بتاعتي اللي هو الايه التي بي هاي لو والتي بي لو هاي، تمام؟ الزمن اللي باخده ان انا انزل والزمن اللي باخده ان انا اطلع، فده بيديني وان سايكل. يعني انا لو ده كده، فالوان سايكل بتاعتي اهي، انا واخدها بالصيغه دي مش واخدها بالصيغه دي، تمام؟ لو خدتها بالصيغه دي هي يعني، فنفس الفكره انت بتاخد نص هنا ونص هنا، فانت عبارة عن تي هاي لو وتي لو هاي، تمام؟ فانت التي بتاعتك يعني عموما التي بيريود بتاعتك من الهاي للو من اللو هاي، انت بتعمل سويتشنج من الزيرو للوان ومن الوان للزيرو، تمام؟ عظيم. فانت اثناء السويتشنج دي ما بتاخدش السايكل بتاع دي كاملة، بتاخد نص السايكل دي اللي هي دي، وبتاخد نص السايكل دي اللي هي دي، تمام؟ فانت جمعت الايه التو تايمز. عظيم عظيم. وانا عارف ان التي بي عباره عن ده على الاثنين، المجموع دول على الاثنين، فانا عرفت ان التي بتاعتي عباره عن ده، فعرفت بالتالي ان التي بيريود بتاعتي، يعني احنا وصلنا من السلايد اللي احنا كنا فاتحينها ان التي بتاعتي عباره عن ايه، واحد على اتنين تي، عباره عن سوري عباره عن اتنين تي بروباجيشن، فالاف بتاعتي عباره عن واحد على اتنين تي بي. امسك ده كده وعوض بيه هنا في الصيغه دي كده، امسحها كده سريعا، وعوض مكان الاف ماكس ده بواحد على اتنين تي بي، تي بي ده هتروح مع التي بي ده وهيديك الصيغه دي، الصيغه دي اللي هي الباور دايناميك العاديه، فاهم؟ اللي هو البي افريج العادي. يعني انا ضربت التي بي ما اثرش في حاجه، وبالتالي انا عايز حاجه تانيه اقيس بيها، يبقى البي دي بي از انرجي برضو، تمام؟ يعني وبالتالي هي مش محور مش ناجح معايا، فاروح ضربها في تي بي كمان، يعني الضرب اللي انا جبته ده في تي بي كمان ونشوف اللي هيحصل، تمام؟ وبالتالي ده هيأثر لي، يعني فاهم اللي هو اللي هيأثر لي على الايه، هيأثر لي على الانرجي بتاعتي. تعال نشوف كده هيأثر لي ازاي. ليه ده مش ناجح، ده مش مفيد ليا، اللي هو البي دي بي اللي هو الاولاني. تعال اول بس نمسح. ليه البي دي بي ده مش ناجح مش مفيد اللي هو ده، وليه يعني لما رجع لي كده ما بقاش مفيد؟ لان هل المعادله دي فيها تي بي؟ ده اللي بيمثل لي الديلي، وده كده اللي بيمثل لي الباور، فانا عايز معادله يكون فيها التو فاكتورز دول عشان يبقى فاكتور واحد كده اسمه بي دي بي مثلا، بس ده ما ينفعش يعني، بس يكون اسمه بي دي بي، بحيث ان انا اقول لك ان انا معايا ديلي كذا وباور كذا في نفس اللحظه، ده مفيد ولا مش مفيد؟ بس فانا عايز اجمع الديلي مع الباور، كنا قلنا عايز اجمع الديلي مع الباور في اللي هو حوار الباور دي برودكت والانرجي دي برودكت، ان انا اجمعهم في فاكتور واحد.
فلما جيت اطبق القانون ده اللي هو البي افريج في التي بي، التي بي اتلغت اصلا، طارت، فما بقاش عندي ديلي، بقى عندي المعادله دي بس، بقى عندي كده الايه المعادله دي بس، ما فيهاش ديلي. فين الديلي؟ دي بتمثل الباور بس، وبالتالي ايه لسه ستيل انرجي. فانا هروح اشوف الانرجي بقى، عشان احنا كنا قلنا الانرجي بيساوي البي في التي، فانا اكيد التي داخل لي تاني، تمام. بس فاللي هو انا لما ضربت في التي طلع لي الديلي، فانا بقى معايا الديلي اهو، ده الترم بتاع الديلي وده الترم بتاع الباور. عظيم عظيم. فانا بقى جمعتهم في ايه، فاكتور واحد. احنا خلصنا حاجات كتير اهو، بس لازم نكمل حتة الباور ديلي برودكت ديت قبل ما اخش على الايه، قبل ما اخش على السايزنج. بس فاللي هو بيقول لك كده نفس الكلام اللي لسه قايله، يقول لك ان ده بيزيد لو احنا مهتمين بالانرجي، نقلل ده لو احنا مهتمين بالفريكونسي. فعرفنا ازاي دي الاهتمام بايه، يعني عايزين نستهلك معرفش ايه، حاجات برضو ايه مالهاش علاقة بيها. كنا اتكلمنا عن البارامترز اللي بايه، الفاكتورز بقى اللي احنا ايه اللي انا بقدر اتعامل بيهم. فقلنا ان الشانل لينث بتاع البيومس والانموس ماليش علاقه بيه التكنولوجي، الدبليو بقدر اتحكم فيه، بس انا مثبت الدبليو بتاع الانموس وبتعامل مع الدبليو بتاع البي. الفي دي دي برضه قلنا ان ده حاجه بالسيستم ماشي، او الانالوج نفسه، تمام. بس فهو ده مختصر الكلام ده كله، ووصلنا ان البيتا تقريبا بتساوي الار في حاله السيمتريك، والبيتا تقريبا بتساوي جذر الـ ان، جذر الار قصدي، في حاله الايه المينيمم ديلي. لكن لحد دلوقتي ما اتعلمناش ازاي نختار قيمه محدده لل دبليو بي والدبليو ان عشان نحل المسائل وهكذا. يبقى في ارقام عمليه بعد ما نختار البيتا سيمتريك، بنختار اصغر ان مص. قلت لك ان احنا يعني زي ما زودنا في البي مص هنصغر في الان مص، بس ده ملناش علاقه بيه، ونعمل بي مص اكبر منه مرتين، وكده عملنا اصغر انفرتر الاكبر منه مرتين والاكبر منه 4 مرات وهكذا. تعالى نفهم الحته دي، تمام، حته الاستيجز والفان اوت والكلام ده. اللود اللي على الانفرتر هو بيحدد السايز بتاع الانفرتر، هنشوف التفاصيل بعدين، تمام. كلام جميل، ده بيتكلم على الريشيو ماشي، الحته اللي هي بتاع السيلف لودنج، تمام. انا اي ترانزستور عندي، اي ترانزستور عندي ده جراوند وده في دي دي، تمام. وده كنت بقول لك ان انا بحط ده از لود اللي هو السي ال ده عشان اوضح فيه حتة بس عادة بيبقى فيه في الحتة دي كده كاباستنس اللي هو بتاع الدرين بتاع البيموس والدرين بتاع النموس، دولت كاباستنس بتجمعهم بيديك كاباستنس واحد اللي هو السي ال بتاعك بقى. كنت قلت في الاول ان السي ان زائد السي اي ده الدرين بتاع ده وده الدرين بتاع ده، بتجمعهم بيديك السي ال، بس ده اسمه سيلف لودنج. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اي ترانزستور عندي، اي ترانزستور اللي هو ده، قبل ما ادخل عليه لود، يعني لو ده انفرتر اهو انا مش موصل لود، يعني مفيش لود هنا، ده المكان بتاع اللود مفيش لود، ده بيبقى فيه ديلي عادي، بيبقى فيه ديلي منه فيه كده بسبب الايه، السيلف لودنج كاباستنس اللي هو مجموعة الدرين بتاع ده والدرين بتاع ده، تمام. فهو ده اللي بيقول لك الحتة دي اهو، المفروض حتى لو مفيش لود بيكون في ديلي نتيجة السيلف لودنج اللي اتكلمنا عنه، وده من الانفرتر نفسه بعيدا عن احنا موصلين لود ولا لا، تمام. وبالتالي ان الديلي مع اللود مش بيبدأ من الزيرو، يعني لما يكون زيرو لود ما يكونش في زيرو ديلي. يعني انا دلوقتي برسم كيرف وده اللود وده الديلي، تمام. ما ينفعش ابدا من الصفر كده للسي موس انفرتر واقول ان عند الزيرو لود يكون زيرو ديلي، لا، لازم ان يكون عند ما فيش لود خالص، زيرو لود خالص، يكون في ديلي. الديلي ده بيسببه اللي هو السيلف لودنج اللي احنا لسه قايلين عليه هنا، ويبدا كده. فده كده القيمه دي هي السيلف لودنج كابستنس، تمام. عايزين نكمل في ايه تاني؟ انا جريت اهو الحته بتاع اللي هو اسمه الانترنسك بقى، بيسموه انترنسك، يعني ممكن نشيل ال ال دي بقى عشان ايه، عشان ما نلخبطكمش، ونقول ان هو سي انترنسك. وشوية شوية هنقول انه بيساوي الجاما مضروبة في السي جيت، وهنعرف جت منين، تمام. يعني خلينا فاهمين بس ان السي انترنسك ده بتاع السيلف لودنج. عظيم عظيم، ماشي. احنا كده خلصنا المحاضرة دي، عظيم جدا. فاحنا بقى بنكمل على الكلام بقى بتاعنا. احنا وصلنا لايه، لحوار الانترنسك ايه ديلي، ما في اكسترنال لود، تمام.
لما يكون عندي external load فأنا كده عندي two loads two delay. يعني أقول لك بص يا سيدي، أو بيقول لك هنا أهو الحتة دي، وعرفنا إن القيمة دي جت منين وكده، وإن أنا ما ينفعش أبدأ من هنا. عظيم. دلوقتي بقى عندي إيه؟ بقى عندي سي انترنسك اللي هو منه فيه اصلا في الترانزستور، اللي هو الدرين بتاع ده والدرين بتاع ده كباسنس، بجمعهم بيديني سي انترنسك، وده الاكسترنال لود. تمام. فبقى عندي تو ديلي، يعني التي بي اللي هو التي بي بروجيشن بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن الكيل دي اللي هي الكي عموما، يعني ده اللي هو القيمه اللي هي الاوبن 69 اللي هي اللين ان. فانا بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كي ار في السي انترنسك زائد الكي ار في ال في السي ال بتاع الاكسترنال لود. تمام. فانا بقول لك يعني ان انا معايا ايه؟ معايا تي بي بيساوي تي بي نوت زائد تي بي للاكسترنال. ده الديلي اللي هيسببه اللود كاباسنس الخارجي، وده الديلي اللي هيسببه السيلف لودنج. اجمعهم مع بعض هيديني الاوفرال ديلي. تمام. فهو انا جمعهم مع بعض وكده اللي هي الاو بين 69. تمام. عظيم جدا. فانا بقى قال لك ايه؟ قال لك انا هاخد الكي ار ده عامل مشترك كي ار سي ان، ثانيه كده، هاخد الكي ار سي انترنسك عامل مشترك هيديني واحد زائد السي ال على السي انترنسك. تمام. عظيم. فسميت الترم ده كده هو التي بي نوت اللي هو الانترنسك بس الانترنسك ديلي او او الديلي الانترنال، ده الديلي لود. تمام. بس فهو بيبدأ من هنا. تعال نكمل بقى ايه في الحته دي قبل ما نبدا حته الايه الجمله. بس بقى بيقول لك بقى انا ايه عايز اعمل مقارنه ما بين السي جيت وما بين السي انترنسك، عايز اعمل مقارنه ما بين الاثنين دول. فهو يقول لك هنا ايه؟ هنعمل هنتكلم عن الديلي اللي هو في السي موس انفرتر، ونشوف ازاي نقدر نحسن الديلي بتاعه كل اللي هنعمله تحسين الديلي، وقصاده باور كونسبشن ايه بيزيد. تمام. احنا اتفقنا يا سيدي، كنا اتفقنا ان ال تعال نزود صفحة قبل السلايد دي، نزود صفحة من. كنا اتفقنا ان السي ال او السي انترنسك عموما اللي هو لما رسمنا ال سينوس انفرتر، معرفش الفيديو طول بس زي بعضه، وادي ده الفيديو دي. وقلنا يا سيدي ان ال ده الدرين وده الدرين بتاع ال نص بتاع البي نص، ده بيعمل لي كاباستنس اللي هو السي درين بي، ده بيعمل لي كاباستنس اللي هو السي درين، السي انترنسنج بتاع اللي منه فيه اللي هو الحته دي اللي هو السي دي بي زائد السي دي ان. هتلاقيه بيقول لك كده اهو، بيقول لك هنا ان انا السي انترنسنج بتاعي بيساوي السي درين للان موس زائد السي درين للبي موس، والسي درين والسي جيت بيكون في علاقه ما بينهم اللي هي الجاما، اللي هما تقريبا بيساوي بعض. بص كنا قلنا ان السي درين لما بزود الدبليو السي بتزيد. تمام. يعني انا زودت هنا هتلاقي في السلايدز دي اهو مكبر الدبليو ده على حساب الدبليو دي، فالسي درين بتاع البي موس يكون اكبر من السي درين بتاع الان موس بريشيو اللي هي بيتا. تمام. ده بعيدا عن كلامنا يعني، عشان انا عايز اتكلم عن الحاجات ملناش دعوه بالحته دي. فهو بيقول لك ان في دلوقتي علاقه ما بين السي درين مع السي جيت تقريبا بيساوي بعض، او بالظبط كده ان السي درين بيساوي الجاما مضروبة في السي جيت، والجاما دي فاكتور تقريبا بيساوي الواحد. فانا لما اجي اطبق القانون بتاع التي بروجيشن اللي هو بيساوي ال كي او التي بي نوت على طول كده اللي هو الانترنسك ديلي مضروب في الواحد زائد سي ال على السي انترنسك. طب ما السي انترنسك هو مجموع السي تو درين، يعني فاهم يعني اللي هو ده زائد ده، فانا ممكن اعوض على طول المكان ده بالسي جيت عامة. السي جيت ديت اللي هي مجموع او اللي هي بتعبر لي عن الان موس والبي موس. تمام. فاللي هو انا اقول لك انه ده عبارة عن ايه؟ الترم ده كله عبارة ممكن اعوض عنه كده بسي ال على جاما في سي جيت. طب انا ليه عايز اوصل للصيغة دي؟ لان انا لما اجي ارسم البي موس وادي الان موس وده بقى الاكسترنال لود. تمام. ده السي ال اكسترنال، ده اكسترنال. تمام. ده اكسترنال.
وده يكون السيجت بتاعي، اللي داخل على ده واللي داخل على ده، ده السيجت بتاعي تمام. فانا لما اقسم ده على ده يعني كاني بقول ان الاوتبوت على الانبوت، اللي داخل الكباسيتنس الاوتبوت بتاعي على الكباسيتنس الانبوت بتاعي، فاهمني؟ فاقدر اجيب منهم على طول الديلي. يعني انا لو اما اجي اخد بعد كده التشين رول، تعالى اجيبها لكم السلايدز بتاع التشين رول كده على طول. بصوا ده السي ال اهو، وادي ده السي جيت، وادي ده السي ال سي جيت، وادي ده السي ال، وهتلاقي فيه ثلاثة وفيه أربعة. بعيدا احنا لسه ما اتكلمناش على السايز ولا الستيجز ولا ان ولا الفان اوت، بس ان انا على طول اقدر احسب السي ال على السي جيت، فده يساعدني على طول. انا معايا التي بي نوت على طول، ده معروف تمام، هضربه في واحد زائد السي ال على السي جيت، هرجمه في السي جيت. فلما اجي اطبق القانون ده على طول اقدر احسب الاوفر الاوفر ديلي ده على طول، اللي هو التي بي توتال تمام. فنرجع بس ايه للحته اللي احنا وقفنا فيها، فهمنا ليه بقى حته ان انا محتاج السي ال والسي جيت عشان هحتاجهم. او قلنا ان السي انترنسك تقريبا بتساوي السي جيت اللي هي مضروبه في جاما تمام. تمام الجاما دي يعني مش تفرق معايا، مش توصل معايا جامد، يعني ممكن تعتبروها حاجه موجوده كده من لا شيء. بيعبر عن سي جيت بتاع النكست ستيج بتمثل لي. اه ماشي، بص الحته دي ايه بقى، سوري انا بفتح ايه، احنا هنا الحته دي بتمثل لي. بص يا سيدي، انت معاك دلوقتي تو ترانزستور متصلين ببعض، ادي السي جيت، واحنا اتفقنا ان ده السي ال، وان انا عايز احسب دول على طول عشان احسب الاوفر ديلي. بس خد بالك ان ده هيكون عباره عن سي ال وعباره عن سي جيت نفس اللحظه، هيبقى عباره عن سي جيت للترانزستور ده وعباره عن سي ال للترانزستور ده. يعني انت عندك مثلا كاباسيتنس هنا، الكاباسيتنس ده بتعتبره الكاباسيتنس بتاع الجيت بتاع الترانزستور اللي داخل عليه. يعني اي انبوت داخل ناحيه الترانزستور يبقى ده سي جيت للترانزستور ده، واي حاجه طالعه من الترانزستور بعتبرها ان سي ايه سي لو. بس هي دي الفكره اللي انا ايه للحته بتاعت الحته دي تمام. بيقول لك انها بتعبر عن النكست ستيج، الستيج الواحده دي ستيج واحده، دي ستيج واحده كده، دي كده ستيج واحده، وده كده ستيج واحده. فاهم؟ بقول لك النمبر اوف ستيجز، يعني عايز عدد الانفرترز في التشين اوف ايه اوف انفرترز. عظيم عظيم. بس عشان كده احنا جبنا سي انت بدلاله السي انترنسك بدلاله السي جيت، يعني عشان عايز اوصل للكلام ده. بيقول لك برضو الحته دي مهمه جدا. بص بيقول لك هنا ان انا لما اجيب الريشيو ما بين مثلا ده لده الاولاني، وطلعت الريشيو ديت عباره عن سي ال على سي جيت، طلعت بواحد. ولما جيت احسب الريشيو ما بين السي ال ده على السي جيت بتاعها للترانزستور ده، طلعت ايه، طلعت 10. فده معناه ايه بكل اختصار كده، ادي تو انفرترز يا سيدي اهو، ده السي ال هو بيساوي السي جيت للايه لده تمام. وادي ده السي جيت الاولانيه، وادي ده السي ال التانيه. فانا هجيب السي ال على السي جيت لده، هقسم هيطلع لي بيساوي 10، وهقسم السي ال على السي جيت لده هيديني واحد. فده معناه ايه؟ ده معناه ان السايز بتاع ده اكبر من ده بمقدار 10، ان السايز بتاع التاني ده اكبر من السايز بتاع الاولاني ده بمقدار 10، يعني ده 10 من السايز بتاع ده. يعني الستيج دي ستيج 2 دي بتساوي 10 من ستيج 1. تمام كده، تمام عظيم، نكمل ماشي. فاحنا فهمنا ليه ان ده بيقدر يدرايف او ياخد انفرتر كلود بمقدار 10 اكبر منه. فقال لك بقى ان السي ال على السي جيت ده بيبقى حاجه اسمها الفان اوت تمام. الفان اوت او الافكتيف فان اوت او الالكتريكال ايه ايفورت. تمام احنا قربنا نخلص اهو ان شاء الله، يعني الفيديو كبر بس زي بعضه. نفتح صفحة. فبقول لك دلوقتي ايه، بقول لك ان انا معايا احنا ملناش دعوة بعدد الستيجز اللي احنا بنعملها تمام. انا برسم لكم اي ستيجز دلوقتي، وانا عامل لكم ايه، ده سي جيت رئيسية وده سي ال رئيسي تمام. لو انا جيت اطبق على الحتة دي كده وعملت قسمة وطلع لي القسمة دي
ب 10، وجيت اطبق على ده وعملت قسمة طلع لي برضو ب 10، وجيت اطبق ده كده عملت قسمة برضو اللي هي بتاع السي ال على السي جيت، يعني القسمة اللي هي السي ال على السي جيت اللي احنا عرفناها ان هي ايه، ان هي الفان اوت بتاعي، تمام. طلع معايا ب 10، عظيم عظيم. جيت اطبق ده على ده طلع معايا ب 10. فده يعني ده مثلا ايه، ده هنسميه كده، تعالى نسميه سي ال بتاع 1، وده سي ال بتاع 2، ودي 3، ودي 4، تمام. وده سي ال بتاع 4، تمام. وده سي جيت بتاع 4، هو سي ال بتاع 3، ودي ده سي جيت بتاع 3، هو السي ال بتاع 2، وده بيساوي السي جيت بتاع 2، تمام. فانا دلوقتي هنكتب الريليشنز ما بين السي ال جيت اللي هو الفان اوت، اللي هو السي ال بتاع الاستيج الاولانيه على السي جيت بتاعتها، تمام. هي السي ال 2 على السي جيت بتاعت الاولانيه، بتاعت التانيه سوري، هي السي ال بتاع 3 استيج 3 على السي جيت بتاع استيج 3، هي السي ال الاخيره اللي هي رقم 4 على السي جيت اللي هي 4. الرقم ده كله كده هيساوي كام؟ هيساوي 10، تمام. رقم ثابت، تمام. بس ايه الفرق بقى؟ الفرق هنا يبقى في السايز، يعني انا معايا 4 ستيجز، العدد بتاعي 4 ايه ستيجز، ونعرف بعد كده ان هو الام، تمام. بس اللي هيفرق معايا في ايه؟ اللي هيفرق معايا لما اجي اجيب مثلا ايه، لما اجي اجيب ال سي ال 4 على السي جيت بس، فاهم انت دي؟ فانت دي اللي هي لو هتجيبها بالعلاقه دي هتقعد تقول ايه، مثلا هتقول ان الاف هنا او السي ال الاولاني، السي ال الاولاني ده عباره عن الاف في السي جيت الاولاني، وبرده السي ال التاني عباره عن اف في السي جيت السي جيت بتاع التاني، تمام. بس انا عارف ان السي جيت بتاع التاني هو او كنت كاتب لك ان السي جيت بتاع التاني هو السي ال بتاع الاولاني، فانت هتروح تعوض دي في دي، فانت هتلاقيها بتساوي ايه، بتساوي اف في في الكلام ده اللي هو الاف في السي جي، تمام. فانت الكلام ده هيديك اف سكوير في السي جي، وبالتالي الاف بقت ايه، بقت سكوير. ولما تيجي تكمل اللي هو السي ال 3، هات السي ال 3 عبارة عن ايه، عبارة عن ال من القانون ده، السي ال 3 عبارة عن السي جي 3 مضروبة في في الفان اوت، ماشي. فانت هتقول ان الاف في السي ايه، سي جيت 3، عظيم عظيم. طب السي جيت 3 اللي هو ايه بقى، هو سي لود 2، سي جيت 3 هو سي لود 2، تمام. هو الكلام ملخبط شويه بس ان شاء الله تفهمه. فهتروح تجيب السي لود 2 اللي هو ده السي لود 2 اللي احنا حسبناه، هتروح ماسكه ومعوض بيه مكان السي جيت 3، لان السي جيت 3 هو السي لود ايه 2، لان الكاباسيتنس لود، اللود كاباسيتنس الخارجي اللي طالعني من من الكاباسيتنس من الانفرتر الثاني اللي هي ستيج 2، هو اللي داخل لي على الانفرتر 3، تمام. فالاف هتضربها في السي جيت 3 اللي هو الاف سكوير مضروبه في السي جيت الرئيسيه دي، السي جيت اللي هي الايه، الانبوت الخالص، الانبوت بتاع الاول، السي جيت دي اللي هو الانبوت بتاع الاول، تمام. فهيبقى اف كيوب، انت متخيل عمال ازود، تمام كده. ولما تجيب الاس ال 4 هيبقى عباره عن الاف في الاس جيت 4 اللي هو ده اس السي بتاع اللود 3، اهو السي لود 3 هو السي جيت 4، تمام. فانت هتاخد الاف ده وتمسك ده وتعوض بيه هنا، فهيبقى مضروب في ايه، في اف كيوب سي جيت، تمام. وبالتالي وصلنا ان اف اس 4 في السي جيت. وبالتالي انا عايز الايه، كنت قايل لك ان انا عايز احسب ده. طب ده هتحسبه ازاي؟ هتحسبه من العلاقه دي بقى على طول. احنا وصلنا ان السي ال 4 هو عباره عن الاف اس 4 مضروبه في السي جيت، وبالتالي السي ال اس 4 على السي جيت هو عباره عن ايه، عباره عن اف اس 4، الاربعه دي هي النمبر اوف ستيج، اوف ستيجز يعني عدد الانفرترز بتوع التشين اوف الانفرترز، يعني انا عندي سلسله من الانفرترز كده عايز احسب عددها. ده قانون معاهم، قانون معاهم ممكن نصيغه بصيغه ال n بقى، اللي هو عباره عن ايه، سي ال بتاع اخر انفرتر لاست
انفرتر على السي جيت بتاع الفيرست انفرتر في الاتنين انفرتر بيساوي الفان اوت مضروب ايه مرفوع لأس باور ان، حيث لان دي نمبر اوف ستيج. فانا لو معايا ستيج واحده بس، يعني لو معايا انفرتر واحد بس، هيديني القانون، هتعوض هنا بواحد فهيديني القانون الاول خالص اللي هو السي ال على السي جيت العاديه. لو معاك بقى اربعه فانت هتقول ان السي ال على اللي هي سي ال 4 على السي جيت، وانت معاك اربعه فهيديك اف اس اربعه، تمام، هتعوض مكان الان باربعه. فده استنتاج القانون بتاع الايه، بتاع ال بتاع الفان اوت، تمام. احنا اتفقنا ان الفان اوت ده عباره عن سي ال على السي جيت، تمام، عظيم عظيم. نيجي بقى القانون اللي ايه، الديلي. انا كل كلامي مع الديلي، تمام، كل كلامي هنا في الفيديو ده على الديلي. فانا هتكلم على التي بي، وعباره عن التي بي نوت اللي هو الانترنسك ديلي او الانترنال ديلي، مضروب في ايه بقى، في الواحد زائد. كنا بنقول ان السي ال على الجاما في السي جيت، عظيم عظيم. طب انا عارف ان السي ال ده مع السي جيت ده هو الفان اوت، وبالتالي ممكن اصيغ المعادله دي في صيغه ايه، في صيغه عامه اكتر، ان التي بي بتساوي التي بي نوت مضروب في الواحد زائد الايه، زائد الفان اوت على الجاما، تمام. عارفين ان الجاما دي تقريبا بتساوي واحد، تمام، لها علاقه مع ان كنا بنقول ان السي درين بيساوي السي جيت تقريبا، يعني بيساوي جاما سي جيت، تمام. فانا صيغتها كده. طب ده لانفرتر واحد، القانون ده كده لانفرتر واحد، وان انفرتر. طب افرض انا موصل تو انفرتر او تلاتة انفرترز او هكذا، وبالتالي ممكن نصيغ القانون بصيغة عامة وجنرال، مضروبة في الواحد زائد الاف ديت اس ان على الجاما، بحيث ان انا لو معايا بقى تشين اوف انفرترز اقدر اجيب الاوفرال ديلي بتاعهم، تمام، بحيث ان انا الاف اوف ان ديت اللي هي السي ال على السي ال الاخيره بتاع الانفرتر الاخير على السي جيت بتاع الانفرتر اللي في البدايه، واجمع واقسمه على جاما واجمع عليه واحد واضرب فيه ايه التري نوت. بس في حاجه بقى ايه عايزين نوضحها، الا وهي حته السايز، تمام. فتعالى نقرا بس وهي هتبان معانا. احنا عرفنا القانون ده جه منين، الاذان بس، فانا مش معاكم برضو مع الايه، مع الورق ده بره معاكم، تمام. فاحنا هنا بنجيب الديلي بحيث تكون ريسبكت تو الايه، عايزين ندخل بقى السايز في الموضوع، تمام. فهو بيقول لك السايز اوف سنجل انفرتر، هنشوف دلوقتي تاثير تغيير حجم الانفرتر، تغيير ان موس ويتس، تمام، هنغير الويتس. كان في حته برضو في السلايدز كده قال لك ان انا ايه، ان انا باجي هنا على الكباسنس ده وبضرب في فاكتور اسمه اس، فانا لما بضرب في فاكتور بزود الدليل فبقلل الدليل، تمام، هتلاقيها موجودة يعني، مش عارف ثانية كده اشوفها لكم يعني مكتوبة فين بالظبط. احنا هنا اتكلمنا على الديلي فورمولا، اتكلمنا على الديلي فورمولا، واتكلمنا على الديفينت فان اوت والكلام ده، تمام. حتة الاس ايه، هو بيقول لك ان انا بضرب بقى الايه، بضرب في اس، المقام في اس، الاس ده فاكتور، تمام، بس مش هيوصل لي على التي بي نوت. ليه؟ لان انا الاس ده حاجة اللي هو ايه، بكبر الويتس برضو، فاهم، بمعنى اقول لك ثانية اننا ماشيين مع ده. شوف ده كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا هغير الويتس بحيث نضربها في اس، غير ال W بيحصل الانفرتر، يعني هو بيغير في الويتس، فهنضرب في ويتس بي موس ولين موس، يعني مثلا لو الويتس بتاع لين موس 10 والويتس بتاع لين موس 20، فده 10 في اس وده 20 في اس، فهي اس في W عموما يعني، تمام. فانت لما بتضرب الاس في الدبليو بيقلل لك الديلي توتال، بس ما بيلعبش في الديلي بتاع الانترنسك. ليه ما بيلعبش في الانتري في الديلي بتاع الانترنسك؟ تعال نشوف. هو هنا قايل لك اهو سكيلينج دبليو، دبليو ده الويتس بتاعي، تمام، هو بيقول لك من السلايد ده سكيلينج الويتس. فالتي بي نوت بتاعي اللي انا عارفه عباره عن ايه، عباره عن كي في الار في السي انترنسك، تمام. فانا بضرب في دبليو، يعني بزود الدبليو، بزود الدبليو بضربها فيكتور بزودها، فالار هتقل بالقيمه دي اللي انا ضربت فيها، والسي هتزيد، قلنا السي هتزيد ليه والار هتقل ليه، فمقدار الزياده بتاع السي هيبقى مقدار النقصان بتاع الار، فده هيتم مع ده فهيديك الايه، نفس الايه،
لسه هتطير مع الاس، وبالتالي مش هيحصل تشينج في التي بي نوت، يعني التي بي نوت ده هيفضل كونستانت حتى لما اضربه في اس. تمام، هي دي الفكره يعني بتاع الحته دي. فهو بيقول لك ما بيحصلش تشينج ايه، يعني انت مثلا في القانون اللي هو بتاع اسمه ايه، القانون بتاع تي بيساوي تي بي نوت في واحد زائد، مش هنكتبه بصيغه الفان اوت بقى المره دي، هنكتبه بصيغه السي ال على جاما في سي جيت. تمام، فانت رحت ضربت هنا في اس، تمام، ضربت المعادله دي في اس، تمام، فانت زودت الكاباسيتنس وقللت الريزيستنس، هي من صيغه المعادله دي انت بتقلل الديلي، بتكبر ده بتقلل الديلي توتال، بس هتيجي عند لحظات معينه ال الفان اوت نفسه هيقل بقيمه، خلاص مش هيبقى فيه تاثير. تعالى نفهمها، نفهمها بعدين، ماشي، هنكمل بس نشوف ال هنا بيتكلم عن الاستاتس. تعالى بس نكمل مع فاطمه كده. فهو قال لك ان هنا الاس هتطير مع الاس، فمش هيحصل تشينج في الايه، في التوتال ديلي. نستنتج من ده ان الانترنسك ديلي اللي جاي من الانفرتر نفسه، عرفنا انه بيبقى اللي هو بتاع السيلف لودنج كاباسيتنس، يعني مش بيتغير بتغير ال W، تمام، انما بيأثر لي على الـ على الاكسترنال لود كاباسيتنس. تمام، لو نفس الانفرتر بنفس كل حاجه مهما غيرت في حجمه هيفضل الديلي اللي طالع منه تي بي نوت ثابت، ولكن طبعا في ثابت بي البيتا، تمام، اللي احنا كنا بنحددها في المحاضره، يعني في المره اللي فاتت في بدايه الفيديو، ولكن انت بتقلل لي يعني انا بضرب، انا دلوقتي بضرب ال الفان اوت بتاعه، انا بلعب كله في الفان اوت، تمام، اللي هو السي ال على السي جيت، عايزين فضربته في اس، تمام، فانا كبرت الايه، كبرت الريش بتاع الكباسنس دي ايه، قللتها، فقللت الفان اوت، تمام، وبالتالي لما اقلل الفان اوت بقلل الديلي، عظيم عظيم. بس فهي دي الايه الحته اللي انا كنت، كان هي دي الحته صح، تمام، فالتي بي نوت مش هيحصل له تشينج، يعني فاهم اللي هو انت مثلا هتيجي تطبق بقى قانون التي بي نوت اللي هو كي الار على الاس مضروبه في السي مضروبه في الاس، والاس دي هتطير مع الاس دي، فالتي بي نوت مش بيحصل له ايه تشينج، وبالتالي ان الايه، ان السيلف لودنج كاباسيتنس، انا زيت ان الرسمه دي والله، اللي هو بيحصل لي نتيجة السي درين دول، اللي هو السي درين بتاع البي موس والسي درين بتاع الان موس، ده السيلف لودنج كاباسيتنس اللي هو بتاع الفان اوت بقى بتاع مفيش اكسترنال لود. عايز اوصل لك ان مفيش اكسترنال لود، انا بتكلم عن الكاباسيتنس نفسه، وبالتالي انا بحسب الانترنسك، السي انترنسك، بتكلم على السي انترنسك، تمام، اللي هو ده، فانا بقول لك ان السي انترنسك بتاعتي على السي جيت، بس السي انترنسك اهو اقسمه على السي جيت ده في السيلف لودنج كاباسيتنس بس. فهي دي الحته اللي كنت عايز اقول، فانا ده الفان اوت، فانا بضرب السي كيت ده في فاكتور، فانا بكبر، بضرب ده في فاكتور فبكبر الويتس، تمام، فانت كبرت الويتس خلاص، يعني ضربت ده في اس وقسمت على اس، يعني نفس الزياده في ده هو نفس النقصان في ده، فضلت مع ده فيديك نفس تي بي نوت، مش هيحصل له تغير. انما لو معايا اكسترنال لود بقى، بعيدا عن السيلف لود، لو معايا اكسترنال لود هيحصل تأثير، تمام، فانا لما بكبر الويتس بقلل الديلي. دي الحته اللي احنا كنا عايزين ايه نوصل لها، الاوفرال توتال ديلي. الفيديو ايه، الفيديو طويل، ماشي هبقى نكمل. لما بنكبر على الحجم الديلي بيقل، لما بنكبر الحجم، حته برضو ان احنا بنكبر الحجم، احنا اتفقنا بقى ان انا بكبر ال W، عرفنا ان الديلي بتاعي يقل لان الفان اوت ده هيقل، وبالتالي ال TB توتال هيقل، تمام، فانت لما بتكبر الحجم الديلي بتاعي بيقل، تمام، عظيم. فانت هنوصل لمرحله بقى ان الايه، ان الفان اوت بقى اللي هتقل لاول درجه انها هتكون قيمه صغيره جدا. تعال بقى نوضح الكلام ده على الايه، على الكيرف، الكيرف ده موجود فوق تقريبا، دي الاس يا سيدي، وادي ده الديلي بتاعي، الديلي بتاع التايم، فانا بفضل اكبر الاس، مش احنا عرفنا ان الاف دي عباره عن السي ال على السي اس، تمام، وان التي بي نوت ما بيتغيرش، نوت تشنجت، تمام، فانا بتكلم على كده، فانا بضرب ده في الـ في الاس، تمام، فانا عمال اكبر الاس، عمال ازود في الاس، بدل واحد بقت ثلاثة بقت خمسة بقت سبعة، فجيت عند قيمة معينة بداية من الخمسة اهو، التغير في الفان اوت اللي بيأثر لي اصلا على الـ على التوتال ديلي، ان التوتال ديلي اهو بيبقى عبارة عن الانترنسك مضروب فيه
الواحد زائد الفان اوت على الجاما، تمام. فانا عمال ازود في الاس، الاف اهو بتساوي السي ال على اس سي جي، تمام. فانا عمال ازود في الاس، بدل ما كانت واحد بقت تلاتة، بقت خمسة، بقت سبعة، تمام. فالديلي عمال يقل بقيمة كبيرة، شايف الديلي؟ الديلي بدل ما كان 3.6 وصل من هنا ل 2.2، فده فرق كبير. طب بعد كده بعد الخمسة رحت مزود الاس بقت سبعة، الفان اوت قل بنسبة قليلة جدا، الفان اوت ده قل فالديلي، ما الفان اوت لما بيقل الديلي بيقل، فالديلي قل بنسبة قليلة جدا. يعني ده كان 2.5 اهو، عند سبعة بقى مثلا وصل مثلا ايه لاتنين بوينت مثلا او ايه ون فايف مثلا، فقال حاجة صغيرة، تمام. فهي دي الحتة اللي انا كنت عايز ايه، عايز اوضحها، اللي هو بيقول لك هنا ان انا هاجي وبرضو انا عمال اكبر في حجم الانفرتر، فعمال اكبر في الحجم، فده بياخد مني اريا، انا ببقى عايز التشباية صغيرة، تمام. فده بياخد مني اريا لما بفضل اكبر في الحجم، وبرضو بياخد مني باور كونسامشن، يعني الاريا دي بتاخد باور كونسامشن برضو اكيد، تمام. فبيحصل لي ويست اوف باور بداية من النقطة اللي هي عند خمسة دي، التأثير بتاع الدليل بتاعت ما بيقلش بدرجة، على قد ما الباور خلاص بدأ يزيد بكمية كبيرة، والاريا بدأت بتزيد بكمية كبيرة، والدليل بتاعي ما بقاش يديني فايدة، فده بقى اسمه ويست اوف باور، او ويست اوف تايم، او ويست اوف ايفورت، او ويست اوف ايفورت. جهد ملوش لازمة، ملوش لازمة تنفذه أو تطبقه على الشباية، تمام. فلو كبرنا الانفرتر جدا هتلاقي الاوفر دري بقى تقريبا التي بي نوت، اللي هو أصلا بدأ يساوي من عند خمسة، وإيه والباور والاريا بتاعي بدأ يزيد، ماشي. تعالى نشوف حوار درايفنج ايه لارج سي ال، تمام. الجزء اللي فات كنا بنشوف تأثير حاجة تغيير حجم الانفرتر على الاوفر دري، تمام. المشكلة ان السي ال كبيرة، بمعنى بص يا سيدي، انا معايا دلوقتي ايه، ادي انفرتر ولود، ما لود ما يعني ايا يكن كباسيتنس اهو، اللود ده مثلا السي ال بتاعته كبيرة جدا، وليكن مثلا 64، تعال ناخد المثال اللي هو كان موجود في اخر السلايدز، تمام. فانا عايز ده كبير جدا، بحيث انه هيديني ديلي كبير. الاف بتاعتي هنا، الاف بتاعتي هنا في المرحلة دي بتساوي 64، لو ده بواحد مثلا، لو السي جيت بتوع بواحد، ف64 على واحد بتساوي 64، فالفان اوت كبير، وانا عارف نكتب معادلة التي بي، ده تي بي نوت مضروبة في الواحد زائد الاف على الجاما، تمام. اف باور ان بقى عشان ايه نكون متفقين، as general. طب عشان اقلل اللود كاباسيتنس ده، عشان اللود كاباسيتنس ده بيزود لي الاف، لما اكبر ده، ده بيزيد، وبالتالي ده بيزيد، وبالتالي الديلي بيزيد، وانا ده مش اللي انا عايزه، انا عايز اقلل الديلي. طب تعال نجرب نعمل ايه، تو انفرتر جنب بعض واخدين نفس ال 64، عظيم عظيم. بس انا عارف مثلا ان السي لود اللي هنا ده بكام، ب 8، وده بواحد، فالفان اوت كده ثابت، الفان اوت كده بيساوي 8 على الواحد بيساوي 8، بيساوي 64 على 8 في 8، فده شايف لود كاباسيتنس ب 8، وده برضو شايف لود، يعني ده برضو الفان اوت بتاعه ب 8، فانت الفان اوت بتاعتك بدل ما كانت 64 بقت 8، انت فاهم؟ انت عملت ايه، انت قللت الديلي بمقدار كام، صغرتها بمقدار كام الاف، وبالتالي الديلي بتاعك هيقل بنفس الايه القيمه، تمام. فهي دي الفكره، ان انا بزود الايه، بزود الانفرتر، بس طبعا اكيد ان السايز بتاع ده هيكون اكبر من السايز بتاع ده، يعني لو معاك تو انفرتر ده اتنين مثلا وده واحد، فالسايز بتاع اتنين هيكون اكبر من السايز بتاع ون، عظيم عظيم جدا. نكمل بس، فانا بقول لك بقى ايه، احنا فكرنا نكبر حجم الانفرتر بحيث ان الاف تتظبط، لان زي ما السير الكبيرة احنا هنكبر حجم الانفرتر جدا، الاس كبيرة، انت بتكبر في الايه. فالمهم يعني احنا وصلنا ايه، ان انا لما بكبر الحجم برضه عشان نبقى عارفين، لما بكبر في السايز الاس بتكبر، تمام.
يعني انا بكبر بضرب في سكيل كبير يعني، ليس ده السكيل ويتس بتاعي. تمام، عظيم جدا. طب حل اللود الكبير ده ايه؟ هنركب انفرتر معرفش ايه. تمام، هنفرض ان السيل اكبر من المينيمم بتاع الانفرتر ب10 مرات، نخليه كده ماشي. بس خد بقى، انا عايز النود دي، انا عايز النود دي منك. تراها كويس، بيقولك ان الانفرترز ورا بعض لازم يكون كل واحد اكبر من اللي قبله، تابرد يعني، كل واحد يعني ده يكون اكبر من ده في السايز. تمام، هو كده هيكون لكل واحد تي بي لوحده، لكن التي بي توتال هيكون ايه؟ هيكون احسن من الايه، من لو انا عامل واحد كبير. تمام، وفهمنا فكرة انا عامل واحد كبير ده ازاي. يعني انا لو حاطط واحد بس هو اللي بياخد ال64، غير لو انا حاطط 2 وهما اللي بياخدوا نفس اللود. تمام، بس هي دي الفكرة يعني عموما. فهو بيقول لك هنا في القانون ان التي بي لستيج معينة بتساوي الانترنسك اللي هو كونستانت مضروب في 1 زائد السي جيت للانفرتر او الاستيج اللي جاية. تعال نكتبه القانون ده كده، نحاول نكتبه، هكتبه هنا. انا بقول لك ان التي بي بيساوي التي بي نوت، وده تقريبا كونستانت مضروب في 1 زائد السي جيت بلس 1 على السي جيت. ايه معنى الكلام ده؟ الجيت بلس 1، الجيت بلس 1 يعني انا بقول لك ان السي جيت بلس 1 اللي هي السي جيت بتاع الانفرتر ده، اللي هي السي لود لده. تمام، هي حته اتلخبط يعني، ان ده في نفس اللحظه بيبقى سي جيت لده، وانه في نفس اللحظه بيبقى سي لود لده. انا بقول لك الاستيج اللي بعد اللي بعدي على الاستيج اللي قبله. تمام، عظيم جدا. نكمل ايه حته بقى التوتال ديلي دي. تمام، قبل ما اخش على افكار المسائل في حته التوتال تي بي. تمام، فانا يا سيدي انا اتفقنا ان انا مثلا ايه، انا دلوقتي معايا ده لي تي بي، وده كده لي تي بي، وده كده لي تي بي. تمام، طب التي بي بقى اوفرال التوتال بيبقى سمشن التي بي ده اللي هو بتاع الاول على التاني على ده كده. فانت بص، تعال نعملهم كده، هيبقى تي بي نوت مضروب في 1 زائد الفان اوت على جاما. تمام، زائد تي بي نوت في 1 زائد الفان اوت على جاما، زائد التي بي نوت في 1 زائد الفان اوت على جاما. تمام، دي جاما دي. تمام، طب ليه انا ما قلتش اس ان؟ ليه ما قلتش اس ان؟ ولو كتبتها تبقى غلط، لاني بشتغل على انفرتر واحد. بقول لك ان انا بجيب التي بي لده والتي بي لده، وبجيب التي بي لده، ما بجيبش التي بي للتلاتة. لو هجيب التي بي للتلاتة اللي احنا هنستنتجه دلوقتي، ان التي بي بيساوي التي بي نوت مضروب في 1 زائد الاف اس 3 على الجامعة. تمام، تعال نكمل بقى، ناخد التي بي نوت عامل مشترك. هتلاقي الداك ايه بقى؟ هتلاقي الداك ان لما تاخد التي بي نوت عامل مشترك، هتلاقي الداك ده زائد ده زائد ده، فهيديك ايه؟ بس ثانية، بس في حاجة كده أنا عايز أتأكد منها. أيوة، هو بيضرب ايه؟ بيضرب التي بي بره، بياخد التي بي نوت بره وبيجمع جوه. يعني هو طلع التي بي نوت ككونستانت يعني، وجمع دول، فاهمني؟ يعني هو مثلا ايه، 1 زائد 1 زائد 1، خدت كل واحد منهم جمعتهم مع بعض، وخدت ده اف على جاما زائد اف على جاما زائد اف على جاما. تمام، عظيم جدا. ايه دي بقى؟ دي 3، وهتاخد هنا، وهتلاقي هنا لما تجمع دول 3 اف على جاما. طب لما اخدهم انا عامل مشترك، يعني يديني 3 تي بي نوت. انا عايز اوصل لحاجة دلوقتي في 1 زائد ال اف على جاما، فده كده ممكن نقول ان التي بي ديلي بتاعي بيبقى ال ان مضروب في التي بي نوت مضروب في 1 زائد الاف على جاما. تمام، عظيم. خلينا ده النمبر اوف ستيج. تمام، جميل جدا. تمام، فهو بيقول لك هنا، بيتكلم برضو هنا في الايه، في السايزنج بتاع 1 و2 لحد هنا. تمام، فانا بقول لك ان التي بي جي للستيج معينه
عبارة عن التي في نوت مضروب في واحد زائد الايه السي جيت للستيج اللي بعدي على الجاما مضروبة في السي جيت للستيج اللي قبلي، تمام، جي وجي بلس 1. بس يعني هي حتى ايه توضيحية. والاف ده اهو ان السي ال بتاعي على السي جيت بيبقى عبارة عن اف اس ان. ده لو هتجيبه ما بين ايه، ما بين كنا استنتجناه ده اللي هو ما بين ده على ده الاوفرال، اسمه اوفرال فان اوت. او وين يو وين اتش ستيج ده السايز، وين اتش ستيج سايز باي اف اند هاز سيم اف اللي هو افورت افكتيف فان اوت، تمام. فهو قال لك بقى ان الفان اوت بقى اللي هي الان دي اس ان دي هي عبارة عن ايه، عن اف كابيتال، بحيث ان الاف سمول دي هي بتاعت الوان ستيج واحدة. يعني ايه؟ يعني ادي اهو يا سيدي، ماشي. فانت الفان اوت بتاع ده بيساوي الفان اوت بتاع ده بيساوي الفان اوت بتاع ده، كلام جميل عظيم، ماشي. سيبها الفان اوت توتال بقى، الفان اوت توتال اللي هو اف كابيتال بتساوي الاف ديت في اس عدد الستيجز اللي هو 3 هنا في الكيس دي، فبيبقى اس ان، ولان دي نمبر اوف ستيجز. فانا لو عايز الفان اوت بتاع واحده بس، بتاع ستيج واحده بس، بيبقى عباره عن الجذر النوني للتوتال الايه فان اوت، تمام. بس فانا لما باجي اطبق بقى القانون اهو اللي احنا لسه مستنتجينه بتاع الان، هتلاقيني كاتبه فوق اهو، لسه كاتبه. الاف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجذر النوني لاف كده، تمام. وهي ضرب في 3 اهو اللي هو ضرب في ان، فالاف دي هتلاقيه هو تحت عوض عنها بالجذر النوني لاف كده، تمام. الكلام ده تفهموه اكتر بالمثال، يعني لما نيجي نحل مسائل الشيت مع بعض هيظبط الدنيا. فنكتب الصيغه دي بتاعتي اهو، تي بي بيساوي ال ان نمبر اوف ستيجز مضروبه في الانترنسك او الانترنال ديلي مضروب في واحد زائد الاف بقى الاف سمول للوان ستيج عباره عن الجذر النوني لاف كابيتال على الجامعة، تمام. فهو ده القانون. بيكلمك بقى على الاوبتيمال نمبر اوف ستيجز، تمام. فانا مسكت بقى يا سيدي في حته الايه، حته العلاقه ما بين ان الاف بتساوي الجذر النوني ل اف كابيتال، فانا عايز اجيب اللين اف سمول على اللين اف كابيتال، ده هيديني لين صح؟ لا لا، هيديني واحده لين، دي ال اف كابيتال ودي ال اف سمول. فهو بيقول لك ان اللين اف كابيتال على اللين اف سمول لما تستنتجها من القانون بتاع اللي هو تاخد لين الطرفين يعني، وده بيساوي ده، فيديك لما تقسم ده على ده ان، بس هديك لين اف كابيتال على لين اف سمول بيديك النمبر اوف ستيجز، وده تقدر تحسب بيه الاوبتيمم نمبر اوف ستيجز، هتحط كام انفرتر يعني في التشين اوف انفرتر، تمام. فهو اخد يدي بقى في القانون بتاع ده ويعوض ويعمل وهيشتق بالنسبه للفان اوت، خد في بالك، وهيساوي بصفر عشان يجيب الاوبتيمم نمبر اوف ستيجز، وعايز يجيب الاوبتيمم نمبر اوف ام، تمام، عايز يجيب الاوبتيمم نمبر اوف ستيجز، عظيم. for a given load given input capacitance n، تمام، optimal sizing برضو. وبعد ما اشتق وصل للمعادلة دي اللي هي ال f بتساوي ال e أس واحد زائد الجاما على ال f small، فانت لو الجاما بتاعتك دي بتساوي صفر ساعتها ال f بتاعتك بتساوي e، فانت كده وصلت لأقل فن أقل فن اوت عندك، تمام. بس اهو ده اقل فان اوت عندك، وده اللي بيسببه لك إيه، ان اللي هو لما تكون ايه بفر، يعني اكسبوننشال ايه بفر، ده التابر ده بفر، ان انت بتزود واحد وواحد اكبر منه واحد اكبر منه وهكذا يعني، تمام. وفي سيلف لودنج عند ايه الجامعة بتساوي واحد، تمام. فدي الجامعة، فالجامعة عند الواحد السي اللي بيساوي سي جيت، فده الافضل عندي. ده في حاجه اسمها فان اوت اوف فول، فان اوت اوف فول ده افضل كيس عندي، بتديني اوبتيمم ده ليه، تمام. هنشوفها في المثال ده، تمام. بس قبل ما اخش على المثال ده كده عايز اوضح حاجه، احنا كنا استنتجنا القانون اللي هو بتاع تي بي بيساوي تي بي، وعرفنا ان لان ده نمبر اوف ستيجز هنحط كام انفرتر يعني. السي جيت السي ال ده بتعامل معاه، ماشي.
دلوقتي عندي نوعين من المسائل. النوع الاولاني هيكون مديني عدد الستيجز، هيكون مديني ال n معرفالي، وهيكون مديني السي ال برضه، واحنا نعمل سايزنج يعني نجيب الحجم ال W والحاجات دي، تمام، الحجم بتاعي والسي ال على السي جيت والكلام ده، تمام تمام ماشي ماشي. والمرة التانية في الفكرة التانية هيكون مدينا الايه الكريسنس لود عادي برضو، ويقول لنا احسب لي الان، لان دي بكام، تمام، عشان تديني احسن ديلي، اوبتيمم ديلي، تمام. هو بيقول لك احسن اوفرال ديلي للتشين كلها على بعض اللي هو المينيمم تي بي بروبيشن، تمام، الستيج كلها متساوية، يعني الاف متساوية لكل ستيج، يعني لما تكون الاف متساوية لكل ستيج ماشي، ما فيش تغيير في البروبيشن ديلي، هيطلع التي بي لكل ستيج متساوي، وده بيطلع من اوفرال ديلي، يعني لما يكون الفان اوت متساوي لكل ستيج، يعني الستيج ده والستيج ده والستيج ده الاوفرال ديلي بتاعها متساوي، ساعتها يبقى عظيم الدنيا، تمام يعني. لان لو في ستيج عندها اف كبيرة عن الباقي، يعني اكبر واحدة فيهم هتلاقي عاملة مشكلة، يعني انت جربها بايدك هتلاقي عاملة مشكلة في الديلي يعني، تمام. فانا اهم حاجة يعني ان انا اكون عارف ان هي ايه، عايز فان اوت متساوي يعني. وعرفنا واستنتجنا القانون بقى بتاع ال n ده، وانه ال c اللي بيساوي f اس n في c جيت، وعرفنا ال n دي بتعبر عن ايه، وال c جيت ده بتعبر عن ايه، تمام. وعرفنا حوار الجذر النوني ده، وال first stage greater than the first by factor معين، تمام، نفس الكلام ده اللي هو ايه لسه قايلينه، والقانون ده اللي هو بتاع الجذر النوني ده لسه قايلينه، وبتاع الاشتقاق والوصول للصيغة دي، تمام، وان انا الفان اوت بتاعي يكون ايه، يكون باربعة. قبل ما اخش تعالى بقى نشرح الحتة دي. بص يا سيدي، انا السي ال بتاعي اهو، والسي جيت بتاعي بواحد، السي جيت عموما بتاعي بواحد ليه، في كل يعني في كل الامثلة اللي جاية دي، انا بحسب النمبر اوف ستيج، وبحسب الفان اوت، وبحسب الديلي، تمام، ونشوف الديلي اللي هيدينا ازاي. فادي التي بي بتاعي، تمام، التي بي بتاعي عبارة عن ايه، عبارة عن التي بي نوت، انا بكتب القانون نكتبه كجنرال بقى، ان تي بي نوت مضروب في واحد زائد الجذر من الاف كابيتال، ولا نكتبه الاف الاف على الاستيج الواحدة، تمام، عظيم جدا على الجامعة ماشي. وانا عارف ان الاف ده اللي هو عبارة عن السي ال على السي جيت، فالاف هنا في اول مرحلة دي عبارة عن 64، تمام، فانا الفان اوت عبارة عن 64، تمام جدا، عظيم جدا. طب التي بي، التي بي هيكون عبارة عن ال 64 ده هزود عليها واحد، تمام، فيبقى 65، هزود عليها الواحد اللي هو ايه اللي هو بتاع ده. طب دلوقتي انا معايا الفان اوت بتاع ده بس كده، بتاع الانفرتر ده كده، عبارة عن ايه، عبارة عن ال عبارة عن ايه الفان اوت بتاع ده، عبارة عن ايه، عبارة عن ال 8، 64 على 8، والفان اوت بتاع ده على ده عبارة عن 8 برضه، 8 على 1 فيها 8، فانت من 64 الفان اوت بتاعك بقى 8، فالفان اوت بتاعك ايه، صغر، وبالتالي التي بروجيشن من 65 هيبقى عبارة عن ايه، عبارة عن ان انا معايا 2 نمبر اوف ستيجز مضروبة في ايه، يعني بمعنى ان انت الفان اوت بتاع ده 8 هتجمع عليه واحد اللي هو ده للستيج دي، والستيج دي هيبقى الفان اوت بتاعها ب 8، هتجمع عليها واحد، فده 8 1 9، وده 8 1 9 اجمعهم مع بعض يديك 18، تمام، فده التي بروبجيشن او التاني. فالتي بروبجيشن قل، يعني الديلي بتاعي قل من 65 بقى 18، عظيم جدا. طب لما وصلت 3 بقى، واحد منهم ايه بواحد، وبعد كده 4، بعد كده ب 16، بعد كده ب 64، هو قال لك السي ال هيبقى جيفن، يعني ما تقلقش، تمام، السي ال هيبقى ايه، هيبقى جيفن، فانت 64 على 16 ب 4، وتجمع عليه واحد، هو 16 على 4 فال 4، فالفان اوت بتاعك 4، تمام، 4 تجمع عليه واحد، و4 على 1 فال4 تجمع عليه واحد، يبقى انت معاك 3 خمسات ب 15، فانت قلل 15. تيجي بقى تقلل الفان اوت تاني، فانت عمال تكبر السايز، انت عمال ده اكبر من ده في الحجم، ده اكبر من ده في الحجم، ده اكبر من ده في الحجم، انت بتضرب في سكيلنج اللي هو اف على ايه، الاف ديت بتعملها، انت بتصغر الاف ازاي، يعني انا اتفق معاك ان 64 الاف كانت ب 64، بعد كده بقت ب 8، بعد كده بقت ب 4، بتصغرها ازاي، انت اكيد بتكبر في الحجم، ليه بقى، لان الاف بتاعتي عباره عن سي ال على جاما سي جيت، تمام، فانت بتضرب في الاس، اللي احنا اتفقنا ان الاس ده اسمه سكيلينج، ويتس سكيلينج، ويتس سكيلينج، تمام،
فانت بقى بتكبر في الحجم، عمال تكبر في الحجم، فبتكبر في اريا، فانت بتاخد اريا بقى وبتعمل باور كونسامشن. تمام، فانت اللي بيخليك تكبر وتعمل ولا يهمك الاثنين دول، ان انت بتاخد الدليل، بتقلل الدليل بتاعك. بس لما تقلل الدليل من 65 ل 18 بقيمه كبيره، لما تقلل ال 18 ل 15 بقيمه برضو كبيره، انما تقلل بقى من 15 ل 15 ل 3 من 10، فرق هو بين 3 بس، وانت عملت باور وعليه كبيره، وتقلل لي الفان اوت بكده، لا ده مش عدل يعني، فاهم؟ عشان كده التيبيكال انست اوف 3 سرعه ده المينيمم دليل بتاعي. وهي التكنولوجيا اسمها فان اوت اوف 4، تمام؟ هتلاقيها تحت اهو كده بقى، فان اوت اوف 4 ديلي، تمام؟ فهو بيبقى عند الاربعه احسن ديلي، عند الاربعه احسن ديلي، تمام؟ نمبر اوف ستيز، تمام. هو كده يعتبر المحاضره بتاعتي خلصت، او الفيديو ده خلص، تمام. هو الحته دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو معاك، احنا اتفقنا لما يكونوا بالانس مع بعض، كأن ده بواحد وده اربعه، اربع مرات من ده، يعني ده كده واحد كبير كده، أربعة أربعة سايزنج، يعني ده أربعة من أربعة لواحد، يعني أنت أربعة لواحد، ده أكبر من ده أربع مرات، يعني ده كبير أربع مرات اللي هو ده، ماشي. فكان في شوية أسئلة كده عايزين نشوفهم قبل ما نكمل. أولهم أنت عايز تشتغل إنفرتر ولا بفر؟ يعني أنا لو معايا الـ N دي طلعت لي 5.3، اخدها 5 ولا اخدها 6 ولا اخدها على حسب الدري. في حاجه اساسيه الاول بتشك بيها، الايه؟ لو انا شغال انفرتر، فانا عايز النمبر اوف ستيج ده يكون اود، لو ايفن يبقى بفر، لو اود يبقى انفرتر عادي، تمام؟ اللي هو فكره ايه؟ فكره انا اهو اهو كده، وفكره اهو اهو كده، انت دخلت زيرو هنا فده واحد، فده زيرو فده واحد، فانت كده اود نمبر اللي هو 3 عملت انفرتر عادي، انما ده زيرو واحد زيرو، فالايفن نمبر اوف ستيجز اعطاك ايه؟ اعطاك بفر، تمام؟ والاود اعطاك ايه؟ انفرتر. فانت لو عايز مثلا انت شغال انفرتر والرقم ده جالك، فانت تاخد الاود اللي هو 5، لو الرقم ده جالك وانت شغال بفر هتاخد الستة. عظيم عظيم. انما بقى لو جالك مسألة مش مهتم انت انفرتر ولا بفر، مش فارقة معاك الحتة دي، ساعتها هتشوف الخمسة وهتشوف الستة بالقانون بتاع التي بي بيساوي ان معرفش تي بي نوت واحد زائد الاف على ال، والاف دي اللي هي جذر النوني معرفش والجاما، وتشوف الدري وتشوف اقل دري فيهم وتاخده، لو اقل دري مثلا الستة تاخد الستة، تمام؟ هي دي فكرة الكلام ده كله، اللي ان فاطمة كاتباه، تمام؟ لو مفيش اي رن ان، هو بيقول لك حاجات لازم يكون الاوتبوت مقلوب بالانبوت، يعني في حاجة اسمها الرينج اوسيليتور، ده لازم أن يكون اود نمبر في ستيج، عشان دي بتحتاج انفرتر، فانا الفانكشن بتاعتي انفرتر، من حاجات مش بيفرق فيها زي الكلوك مثلا بتاع السيجنال في وقت معين خالص، فهنشوف مين اللي بياخد منهم ايه ديلي اقل، تمام؟ نفس الكلام اللي احنا سائلينه، ودي فكرة ان انت اتنين بارلل، فانت بتجمع الويتس بتاعهم، تمام؟ ماشي. الديناميك السيجنال من الحاجات دي ما تهمناش جامد يعني، بس هي حل كم مثال. كويشن 1 هو مثلا بيقول لك، كويشن 1 ده بيقول لك اذا سميتك انفرتر هاز ذا مينيمم انترنسك ديلي بوسبل. لا احنا اتفقنا ان المينيمم ديلي بيبقى البي في السيمتريك، في انا في السيمتريك ده عندي البي، البيتا بتساوي الار، تمام؟ انما في المينيمم بيبقى البيتا بتساوي جذر الار، تمام؟ فانا كده في نقطة عالية، ده السيمتريك وده النقطة العالية، تمام؟ فده الكلام ده هيبقى فولس. عظيم عظيم. The largest power consumption of CMOS inverter is the dynamic power، تمام؟ عرفنا ان دي اللي لها التأثير الأعلى، ده مش دايما وده مش دايما. The largest the most gate capacitance the lower، كل ما بتصغر الجيت كل ما بتكبر الجيت بتصغر الديلي. لا انت لما الفان اوت بتاعك اهو، القانون اهو، انت بتكبر الجيت بتصغر الديلي، صح؟ بس الكلام ده ما تمشيش بيه. ليه بقى؟ لان انا لما بتزود الجيت اكيد هناخد وقت اكبر، عشان لان موس او البي موس يشتغل، تمام؟ والسي موس انفرتر يشتغل،
ما تطبقش القانون ده ليه؟ عشان نستخدم ده ونقول ما دام السيجت كيوريتي لازم تكون بتتكلم على ايه، يعني كونستنت رود. بروح السؤال ده وظبطوه مع نفسك يعني عشان ما تطولش في الفيديو يعني. تمام، بيقول لك تو هاف ا لور انفرتنج ثريشولد. بص بقى، بص دي لور انفرتنج ثريشولد فولتج. انفرتنج ثريشولد اللي هو الفي ثريشولد بتاع الانفرتر كله، مش بتاع ترانزستور معين، فاللي هو قصده بيه الفي ام. فانت لما بتصغر الفي ام يعني بتشفته ناحيه الشمال، يعني الان موس بتاعك بيزيد. تمام، فالكلام ده فولس، الان موس هو اللي بيزيد. تمام، نكمل بقى. فور ديجيتال جيت ذا فولتج ترانسفير اوفر من اللو جين ريجن فولد باي هاي جين. اه الكلام ده انا عايزه لو هاي لو. تمام، حته النويز مارجن انا عايز الفي اي ال يكون دايما اكبر من الفي او ال. تمام، كنا شرحناها قبل كده، بس يعتبر الفيديو بتاعنا كده خلص. معلش هو في ساعتين بس، يعني حاولنا نشرح على قد ما ايه، على قد ما احنا فاهمين برضه. تمام، بس بالنسبه للمسائل هو هيكون مديني النمبر اوف ستيجز، لو مش مديها لي هو هيكون مديني سي لود يعني عموما. تمام، بس بالنسبه للنمبر اوف ستيج فساعات يعني هيطلبها وساعات هيكون مديها لي ايه از جيفن. تمام، واسف والله يا شباب على الصوت، انا اضطريت ان انا اسجل وفي صوت حواليا عشان عشان الحق ارفع لكم الفيديو ده بدري يعني، واتمنى الناس تفهم يعني وانا افهم برضه معاكم يعني. وشكرا لكم يا شباب.